مرة أخرى منور يا نجم، ويعني سعداء جدا بوجودك معانا، والحقيقة وجودك معانا النهاردة لأنك تستحق. تستحق كل شيء، تستحق التحية، تستحق التقدير، تستحق الاحترام، تستحق كل ما أجيب حد من اللاعبين يجي يقعد معايا يقول لي سامي قمصان، كل ما أجيب بيتسو موسيماني يقول لي سامي قمصان، أجيب سيد عبد الحفيظ يقول لي سامي قمصان. فبالتالي أنت عامل مشترك واضح جدا في نجاحات النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، كلكم طبعا، ولكن أنا عارف أن روح العمل وروح عائلة الأهلي اللي احنا بنشتغل بيها منذ أن جاء كابتن محمود الخطيب على رأس مجلس الإدارة، والوضع مختلف، ولكن في النهاية سامي قمصان هو العامل المشترك الحقيقة في نجاحات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. طبعا بشكرك طبعا، وبشكر طبعا كل الناس اللي انت اتكلمت عليهم واللي هم اتكلموا عليا بشكل كويس، لكن في الاول والاخر انت عارف ان ده دوري وده دورنا في النادي الاهلي، يعني كل واحد بيعمل دوره، مش منتظر حاجه غير اللي هو يقدمها، غير اللي تكون مردودها يكون فيها نجاح. مفيش حد بيبص لنفسه كحاله شخصيه او اللي انا اللي عملت كذا، لا بالعكس، انت بتأدي دورك وتعمله باخلاص وبامانه، لان ده انت بتشتغل في اكبر نادي في الوطن العربي بل في العالم دلوقتي يعني. فمهم جدا اللي انت تحافظ على المكان ده، اللي انت تكون امين في بالمكان دوت. الامانه دي بقى مرتبطه بكل حاجه، يعني امانه مرتبطه في تقييمك للعيبه، وتعاملك مع المدير الفني، تعاملك مع الصحافه، تعاملك مع اللعيبه، فكل الحاجات دي مهمه جدا ان انت تعملها. ممكن الحمد لله يعني اللي ساعدني برضو في الموضوع ده ان الحمد لله الواحد اشتغل برضو مدير فني وتدرج، يعني اشتغلت مدرب عام مع كابتن عبد الحميد بسوني، وبعد كده توليت المسؤوليه في حرس الحدود الحمد لله، فعارف الحاجات اللي ليا ومسؤولياتي والدور اللي انا اقدر اقوم بيه والحد بتاعي اللي انا ما اقدرش اتجاوزه او اقدر اتعداه يعني. فالحمد لله الحمد لله طبعا بشكر طبعا كابتن، وبشكر الناس اللي هم كان عندهم ثقه كبيره فيا، واتمنى ان شاء الله اللي اكون عند حسن ظنهم حسن ظن جماهير النادي الاهلي، لانها مسؤوليه كبيره جدا يعني. اتمنى ان شاء الله نكون قدها ونقدم حاجه تليق دايما بمكانه وقيمه النادي الاهلي. بس ازاي سامي قمصان جمع ما بين كل ده؟ يعني مدرب صارم جدا، وعارف طريقتك في، انا عارف طريقتك كمان في التدريب عامله ازاي، ولكن حب كل اللاعبين زي ما بقول لك. انا الحقيقه دايما ببقى سعيد جدا، لان احنا تقريبا جيل واحد طبعا. انت اصغر مني شويه لكن طبعا. احنا جيل واحد، فانا ببقى سعيد جدا لما بلاقي قيمه زي سامي قمصان الحقيقه، واللاعبين بيتكلموا عنه بهذا الشكل وبهذا يعني بيقول لك مدرب كويس قوي وبيديني نصائح كويس قوي، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر هو راجل صارم جدا وعارف شغله كويس جدا. بتجمع ازاي هذه الشخصيه في ظل ان انت بتشتغل مع ضغط جماهيري كبير جدا وانت عارف؟ خلينا نتفق طبعا ان لعيب كره من اذكى الناس في المنظومه كلها، يعني طبعا بيقدر يقيم كويس، بيقدر يعرف ان كنت تتكلم معاه بامانه ولا لا. فمهم جدا ان انت تكون معاه امين في الاوقات اللي يكون هو كويس فيها فعلا لازم تشجعه وتقف جنبه، الاوقات اللي هو يكون فيها بيقدم مردود مش كويس لازم تنصحه، لازم توجهه في الطريق الكويس. ممكن ده الحمد لله اللي الواحد بيقدر يعمله. يعني اوقات كتيره جدا لعيبه بتبقى عندها مشاكل مثلا في الفرقه، ما بيلعبش، ما بيشاركش، فبيبقى طبعا عاوز يعمل اللوم على اي حاجه غير نفسه، غير نفسه يعني. طبعا كلنا كده. فانت بتحاول توجهه اللي انت، لا بالعكس انت اللي مقصر في النقطه دي، انت لازم تشتغلها، لو حسنتها هتبقى احسن. كان عندنا امثله كتيره جدا. مين يا كابتن سامي؟ زي مين يعني؟ زي مين كابتن سامي قمصان نصحه بكذا وكذا وكذا والوضع تغير وتالق وراح في حته تانية؟ لا لعيبه كتيره، يعني لعيبه كتيره الحمد لله. يعني ممكن الواحد يتعلم من الموضوع ده طبعا من كابتن محمد يوسف، من الناس اللي اثرت في الواحد في المكان ده. يعني اشتغلت معاه، واحد من الناس اللي ما شاء الله يعني عنده خبرات في التعامل ده، هو دايما كان بينصحني في الحاجات ديت، يعني اتعلمت منه كتير بجد يعني، واشكره طبعا على النصايح ديت. امثله كتيره من اللعيبه، يعني مثلا اقرب واحد مثلا محمد شريف، يعني مثلا محمد شريف لما بدايته معانا السنه دي ما كانتش برضو في الشكل المرضي ليه زي دلوقتي. يعني اتكلمت معاه طبعا واتكلمت مع الراجل، لان الراجل برضو في الاول ما كانش عارفه. يعني احنا هنيجي للراجل، ولكن انت قلت ايه للشريف؟ يعني حاجه زي دي محمد شريف وجاي من ام بي وبيجيب جون وبعدين يقعد، ويجيب جون وبعدين يقعد، ويجيب جون وبعدين يقعد، ما انت عارف احساس اللعيب بيبقى عامل ازاي. طبعا قلت له طبعا ان اول واحد قرر ان هو يجيبك هو موسيماني، اوكي، فعنده ثقه كبيره جدا فيها. دي كانت نقطه فاصله جدا يعني. يعني انت عارف اللعيب في الوقت ده اول تفكير ليه ان الراجل ما بيحبنيش. طبعا. فاول ما اتكلمت معاه كلمته في النقطه دي، راجل بيثق فيك جدا، بحبك جدا، الراجل مقتنع بامكانياتك وبقدراتك، لكن في نقطه لازم تقدر لو حسنتها هتبقى افضل. الراجل بيحب مثلا تحركات معينه، بيحب كذا، حاول تحسن الحاجات ديت فيها، ممكن نشتغل عليها كويس.
ممكن ناس كتيره جدا يعني كانت بتتكلم في النواقص مثلا اللي عند شريف مثلا من ناحيه الهيدرز والكلام دوت. ممكن احنا من فتره كبيره جدا جدا يعني اشتغلت مع حاجات فرديه بيها فعلا. فعلا لانه يعني الجامب الاخير اللي عمله ده يعني في ناس اتقارنته طبعا ما فيش مقارنه يعني ما بينه وما بين كريستيانو رونالدو انت فاهم، بس انا بتكلم على الجامب نفسه. لا هو من الناس اللي عندها شغف كبير جدا لو هو يحسن نفسه ويطور نفسه ويروح لمكانه افضل يعني. يمكن عشان كده ربنا دايما بيكافئ اللي بيقدر يجتهد وبيتعب وبيخلص. فهو من اللعيبه اللي اشتغلت على نفسها كتير. اشتغلت معاه فردي يا كابتن؟ طبعا من خلال برضه على الجامب. من جامب وازاي الفينشنج برضه نفس القصه. زيه زي مثلا ديانج بقى لنا فتره كبيره برضه شغالين على حاجات تصويب مثلا. ففي حاجات كده طبعا كواليس الناس ما تبقاش عارفاها، لكن طبعًا. هي حضرتك عارف هي دي التفاصيل اللي بتقدر تنقل اللعيب من ليفل ليفل تاني خالص يعني. فشريف من الناس اللي كان كده، اقتنع بالكلام، بدا يشتغل، بدا يوصل لمرحله بقى فنيه ومهاريه ما شاء الله يعني. دلوقتي من الناس المميزه جدا في الفرقه، ليها ادوار كبيره جدا في الفرقه. لعيبه كتيره زي ما قلت لك مثلا حمدي فتحي لما رجع من الاصابه برضه نفس القصه. أيوة. لعيبه كتيره يعني كهربا في اوقات كتيره مثلا لما كان في مثلا خلافات مثلا مع الراجل او هو كان حاسس ان في حاجات شخصيه. فالحاجات دي انت ده الطبيعي، انا ما بقولش ان انا بعمل كده عشان انا، لكن ده دورك، ده دوري وده طبعًا. دور اي واحد موجود في جهاز اللي هو ينجح الراجل واللي هو يكون سبورت للراجل واللي يكون هو ظهر الراجل. لان انت عارف الراجل جاي من بيئه مختلفه وثقافه مختلفه، مش عارف تفكير اللعيب المصري زي جنوب افريقيا. انت عارف الريتم بتاع جنوب افريقيا يعني اهدى مننا بكتير جدا يعني. انت عارف يعني انت حضرتك رحت هادي خالص جدا يعني. فاحنا رتمنا مش كده يعني، حتى رتم النادي الاهلي في المباريات وفي البطولات مش كده يعني. كم واحد كلمك امبارح قال لك ال11؟ كتير. كل الناس بتقول لك مبروك يا كابتن سامي ال11 ده قبل مبروك. والله قبل مبروك. والله قبل مبروك يعني. يمكن هو ده اللي الراجل واحنا في قطر موقف برضو من المواقف اللي حصلت. احنا خلصنا ثالث العالم، خدنا السوبر الحمد لله. لا في السوبر قطر السوبر، السوبر. اوكي نادي بركان. فاحنا بنمشي حوالين الملعب كده فالناس عماله كلها بتكلم افريقيا. قال لي يعني يقصدوا ايه؟ قلت له يقصدوا بطوله افريقيا. قال لي بس احنا لسه ما فتحناش. قلت له هو ده قدر النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي دايما عشان كده النادي الاهلي في مكانه تانية يعني. فالحاجات دي كانت طبعا مهم جدا ان انت تشتغلها. أيوة. تشتغلها بشكل كويس نفسي فني زي ما قلت لك امانه. لانك انت دايما وبكررها تاني اللعيب ذكي جدا. اللعيب عارف مين اللي بيكلمه، مين اللي بيوجهه، مين اللي بينصحه، مين اللي في الاوقات التوقيتات الصح اللي انت تقول له لا انت مقصر، او مثلا انت لا انت ده مش دورك الفتره دي. يمكن في فتره كان رامي ربيعه برده يعني من اللعيبه طبعا اللي انا بشكرها طبعا على روحها، وواحد من الناس اللي فعلا لا فعلا شخصيه. أيوة. جميله وشخصيه فعلا فيها ريحه النادي الاهلي فعلا يعني، لانه متربي في النادي الاهلي يعني. كان برضو قعد فتره برضو رامي كان ما بيشاركش بشكل كبير، وحتى فكر اللي هو حتى بين الدورين يا كابتن اللي هو كان عنده فرصه اللي هو كان يروح المقاولين. اتكلمت طبعا معاه وقلت له لا بالعكس انت هنا في النادي الاهلي في المقاولين والاسماعيلي اعتقد. ده كان يعني مثلا يعني ساعات معينه كان ممكن يروح النادي المقاولين يعني. كلمته قلت له بالعكس لا الراجل فعلا بيثق فيك جدا وعارف قدراتك وعارف ان انت لعيب كبير وكابتن من كباتن النادي، ان شاء الله هيكون ليك دور كبير الفتره اللي جايه. فعلا رامي اخذ فتره كبيره كان من اللعيبه المؤثره جدا في الفرقه وادى اداء مميز جدا يعني. فالحمد لله دي الحاجات اللي بتدي برده ثقه. وانت عارف اللعيبه دايما بتتكلم مع بعض لما بيحصل حاجه مشكله حتى مع اللعيبه الكبيره يعني. وليد سليمان وسعد سمير بالمناسبه بقى حابب يعني اديهم حقهم، لانهم من الناس اللي فعلا من اسباب نجاحات النادي الاهلي فعلا يعني. الناس اللي بتعمل اجواء ايجابيه جدا في اوضه اللبس. بيعملوا دورهم على اكمل وجه يعني، سواء لاعب بقى ما لعبش. حضرتك عارف طبعا وانت كنت لعيب كبير ان اللعيبه الكبيره بتبقى في اوقات برضو لما ما يكونش بيشارك بشكل مستمر بتاثر عليه يعني. لكن هم ناس بجد يعني أدوا دورهم بشكل إيجابي جدا، كانوا سبورت للراجل والنادي وفعلا فعلا يعني كباتن من كباتن النادي الأهلي يعني. فبشكرهم طبعا على الجهد اللي هم عملوه ده. أنا عايز أسألك سؤال هنرجع له، بس سؤال مهم الحقيقة. امبارح في معظم الفترات اللي كنا بنتفرج على معظم المباريات منذ أن جاء موسيماني مديرا فنيا للنادي الأهلي، دايما هو اللي بيقف على الخط، هو اللي دايما بيبقى واقف على الخط، ما يعني ما بيخليش حد تاني يقف تقريبا. صح. 99% باستثناء مباراه امبارح.
اللي انا عرفته ان موسيماني نادى عليك وقال لك كمل انت النص ساعه دي او اقف على الخط انت النص ساعه دي. هل ده حصل ولا لا؟ فعلا ده حصل. حصل. يعني انت عارف يا كابتن برضو لما بيكون انت عاوز تنقل معلومه للعيب في اوقات معينه والكلام ده، فعلى بال ما هو بيقولها مثلا وانا بوجهها للعيب فبتاخد وقت شويه يعني. وانت عارف اللي كان ماتش برضو عصبي شويه، فكان عاوز يعني حد دايما ينبه اللعيبه بشكل سريع يعني. فلما انا وقفت والحمد لله ربنا كرمنا بالجون الاولاني، فقلت له اتفضل بقى تعال يعني تعالى مكانك يعني وكده الكلام. قال لي لا انت خلاص الحظ معاك كمل يعني. كمل انت. كمل. فالحمد لله يعني. بس هي كانت على سبيل التقدير اعتقد اكتر من اي شيء اخر، بمعنى ان هو شايف دورك، لانه البعض نقل لي ان هو اتكلم معاك في هذا بهذا الشكل يعني انه انت تستحق ان انت تكون متواجد في هذا المكان. خلينا نكون برضو اومن يعني، هو ان مش اي مدير فني يعمل كده يعني. لما يكون عنده دي النقطه اللي انا عايز اوصلها، عنده ثقه كبيره في نفسه. هو راجل ما شاء الله عنده ثقه كبيره في نفسه، بيدي ادوار لكل الناس اللي موجوده، عامل حاله كويسه في الجهاز وفي اللعيبه وفي اوضه اللبس. فطبعا بشكره طبعا على الثقه ديت، واتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نكون في ظهره وان احنا نادي دورنا ان شاء الله بشكل كويس يعني. خلال الفترة اللي فاتت، خليني أبدأ بامبارح. امبارح وفوزكوا بالبطولة، بتحضروا ازاي لمثل هذه المباراة يا كابتن سامي؟ يعني مباراة زي دي كل الأسبوع اللي قبل المباراة، بعد مباراة المقصة، خلصنا مباراة المقصة، الأسبوع اللي قبل الماتش الناس كلها بتتكلم عن إن النادي الأهلي هيكسب 5-6 وماتش سهل وكذا 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 وكذا، على الرغم من إن احنا لسه كنا بنتكلم إن الماتش لكن في الآخر هي مباراة نهائية. بتحضر ازاي في مثل هذا التوقيت الصعب جدا، ان انت داخل على مباراة نهائية ولكن بتلعب مع فريق اقل منك تاريخيا ولكن الملعب دائما مختلف؟ يمكن يا كابتن احنا اول ما بنخلص اي مباراة بنبدأ نحضر للمباراة التانية يعني. يمكن احنا اتفرجنا على فريق كذا، الوداد ماتشين، صن داونز ماتشين، سيمبا، فكل واحد بيتكلم، بيبقى عندنا اجتماع. معلش انا اسف هقطعك في النقطه دي، بتتفرجوا ازاي مع بعض ولا كل واحد لوحده وبتيجوا تقعدوا؟ لا كل واحد لوحده. كل واحد لوحده على كل الماتشات دي؟ هو بتبقوا متفقين؟ بنبقى متفقين لان بيبقى عندنا محاضره دايما قبل ما نحضر للهايلايتس بتاع الحاجات اللي اللعيبه تقدر تتفرج عليها يعني. اوكي. فهو مثلا بيتسو بيقول لك انت هتاخد الخمس ماتشات دول تتفرج عليهم؟ لا، انت بتبقى انت برضو انت عاوز تبقى برضو تأدي دورك يعني. بالظبط. فمهم جدا. هو دي النقطة. مش معقولة هتخش المباراة وانت مش عارف شكل الفرقة. أي. ولا ستايل لعبها ولا بيقدروا ايه نقاط القوة والضعف. فمهم جدا ان انت تعرف عشان تقدر تتناقش يعني، لما نيجي نتناقش ايه الطريقة المناسبة، الشكل ايه، نقدر نلعب ازاي، ايه الناس اللعيبة اللي تقدر تفيدنا في المباراة اللي زي ديت، محتاج سرعات ولا لا، محتاج لعيبة مهارية ولا لا. فمهم جدا يعني. ممكن اوقات كتيرة جدا كان بيبقى كل واحد ليه افكار لحد ما نتفق على شكل معين الراجل بيقتنع بيه وبيبدأ ينفذه يعني. الناس بتحب تعرف الحاجات دي، بتتفقوا ازاي يعني كابتن سامي بيقول اسلام يلعب ولا لا؟ بتبقى مش ال11، بتبقى شكل الفريق. اولا شكل الفريق حسب طريقه اللعب، شكل الاهلي، شكل الاهلي. اوكي. وبعد كده الخصم هتقدر تلعب ازاي. يمكن احنا غيرنا كتير في طرق اللعب مثلا، الترجي يعني. طب الشكل يبقى ايه؟ طب الثالث ده يبقى مين، حمدي ولا مثلا ديانجي ولا السوليه؟ طيب الافضل اللي هو يبقى في نص الملعب ولا يبقى ثالث، نلعب 3-4-3؟ طب احنا عندنا خبرات قبل كده في صن داونز لما لعبناك كان مع مستر فايرال برضو، محمود متولي لعب الحته دي، فعملناها كويس وساعدتنا ان صن داونز بيلعب في الهاف سبيس كويس جدا. فمهم جدا يكون واحد يملى الحته دي يعني. فاقتنع مثلا بالفكره فبدانا نعملها واشتغلها واللعيبه بدات تستوعبها. فهي دي الافكار اللي بنعملها. طب انت عاوز مثلا تنهي ازاي؟ عاوز تنهي بسرعات ولا عاوز تنهي بلعيبه تكون مثلا بتقدر تعمل استحواذ كويس؟ كل دي افكار انت بتقدر تشتغلها يعني. لان يعني في الاول والاخر يا كابتن اسلام الكوره مالهاش ثوابت يعني. وممكن وافكار مختلفه جدا. يمكن احنا لو قلنا الناس مثلا تقدر تلعب بمين او كنت تلعب بمين الماتش النهائي دوت، هتلاقي 50 تشكيله. هتلاقي احنا 80 مليون اهلاوي مثلا، هتلاقي 80 مليون تشكيل مختلف. ممكن ناس تقول ديانج، ناس كتير، بس في ناس هتبقى مجمعه على اماكن. ما انت عارف الاختلاف ده بيبقى مثلا واحد مكانين يعني. فانت بقى بيبقى المكانين دول ليها متطلبات معينه يعني. انت عاوز ايه بقى؟
عاوز قوه ولا عاوز سرعه ولا عاوز مهاره ولا عاوز سرعات. دي الافكار اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. دي الافكار بقى. دي الافكار لان دايما الواحد بيقول لو الناس كلها نفس الافكار مش هيبقى في جديد. بالظبط. ولما لو ما كانش عندك انت ريسك او ما كانش عندك مخاطره في اوقات معينه اللي انت تعملها او انت شايف حاجه الناس مش شايفينها لانك انت مدير فني. ما لو انت بتفكر زي الناس كلها يبقى الناس كلها خلاص هي تشتغل مدير فني. تشتغل مدير فني. فلازم يكون ربنا بيدي لك حاجه عشان تقدر تنجح بيها. ودايما الواحد بيقول يعني ما تيجي يعني دايما سؤال كده بيتسالني كتير قوي مين افضل المدرب ده ولا المدرب ده ولا المدرب. مفيش. انا كل واحد افضل. كل واحد افضل طبعا. بالزبط. لان كل واحد ربنا بيدي له حاجه يقدر ينجح بيها. الحاجه دي بقى نفسيه فنيه. في ناس بتبقى على الخط بس هي 90 دقيقه ممكن يعمل لك طفره. في واحد يعمل اعداد كويس للعيبه. في واحد يشتغل نفسيا كويس مع اللعيبه. وفي الاخر النتائج مرتبطه بالقدرات بتاعه لعيبتك والامكانيات والامكانيات الفنيه اللي عندك والمنظومه اللي عندك. عشان كده دايما اي مدرب بيشتغل في النادي الاهلي هو ضامن نسبه نجاح عاليه جدا. جدا فوق ال 85%. الحاجات التانيه بقى مرتبطه بقى بشخصيته، تعامله مع اللعيبه، تعامله في ال 90 دقيقه بتاع المباريات، ازاي يحضر المباراه، ازاي يتعامل من خلال المباراه، ازاي يحضر للخصم. فهي دي الحاجات اللي بتخلي بقى المدربين تروح لحته تانيه يعني. تمام. عايز اسالك برضو لان انا عارف ان انت كان ليك تعامل خاص في الموضوع ده. محمد الشناوي اخطا في مباراه بيراميدز وخسرنا نقطتين في مباراه الدوري. محمد الشناوي بعد المباراة بسم الله ما شاء الله كمل بشكل رائع جدا لغاية لما وصلنا المباراة النهائية، وكالعادة الحقيقة له دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي. التعامل كان ازاي في الوقت ده تحديدا؟ بص يا كابتن، احنا تعاملنا ان الموضوع ولا كأنه موجود. بمعنى عادي ان ده خطأ بيحصل لكل حراس المرمى في أي. العالم كله يعني. أي. ولو احنا ركزنا في كل لعيب في أخطائه يبقى انت هتلعب ب90 تشكيل طول الموسم يعني. زي برضو الاوقات اللي بتلاقي اللعيب مثلا مش أيوة. في احسن حاله فنيه، لو انت ما ساعدتوش طب هتساعده امتى؟ هتقف جنبه امتى؟ لما واحد زي الشناوي ما شاء الله من الناس اللي ليها بصمات كبيره جدا في كل البطولات اللي أيوة. النادي الاهلي الفتره الاخيره حققها يعني، مش فنيه بس، فنيه وقياديه. طب معلش الموضوع ده مهم، انا معايا برضو تليفون مهم جدا من احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. وشه حلو الحقيقه دايما متواجد معاكم، عرفته طبعا. طبعا. مين؟ طارق ديانديل. الله. على طول. استاذ طارق ازاي حضرتك يا فندم؟ والف الف مبروك. ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك. الف مبروك لكل الاهلاوية وليك وكابتن سامي اللي منورك. ها ربنا يخليك يا فندم. ازاي حضرتك؟ منورنا كلنا ومنور القناه. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. استاذ طارق يعني طبعا الحمد لله على السلامه ودائما متواجد في كل انتصارات النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، سواء في البعثة الرسمية أو مش في البعثة الرسمية، ولكن وجود طارق قنديل أعتقد بيبقى له حب كده والناس بتبقى مبسوطة بوجودك دايما، زيك زي كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا. الحمد لله، هو توفيق من ربنا والحمد لله، وإخلاص وروح كلها مع مجموعة من أنقى من عرفهم النادي الأهلي يعني. المجموعة الحالية كلها ما شاء الله عليهم. أيوة. وانت عارف حاجة دايما يتقال إيه يعني، إذا صلح الرأس. أيوة. الرأس نفسها كابتن محمود الخطيب حاجة أسطورة إنسانية جميلة. أيوة. بتديني الدفة بتاعت أي بعثة بجمال وحرفية وروح وإخلاص. أيوة. فبالتالي بتلاقي كل المجموعة بيجمعهم الإخلاص والتفاني، ففي النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيكون كرمه كبير علينا. أعتقد أن الفوز بالعشرة له مذاق خاص يا أستاذ طارق. الحمد لله، هو يعني في خلال 8 شهور يكون البطولتين ورا بعض. أيوة. واللي هم غابوا عنك لمده 7 سنين قبل كده قبل البطوله اللي فاتت. دي في حد ذاتها كرم من عند ربنا كبير. وفرحه كبيره قوي وشهاده بحرفيه وجمال وتفاني الجيل ده من اللاعبين والجهاز الفني والاداري والقائمين على الكره في النادي الاهلي. حاجه تفرح يعني. بتفكروا في ال 11 ولا يعني لسه بقى بنفرح شويه وبعد كده نبتدي نفكر؟ لا ده هو كابتن سامي يعني اكيد يعني هو اللي هيقول لك كابتن خطيب هي خلاص يوم او يومين. وشوف اللي بعده ايه على طول. هو النادي الاهلي كده يا باشا. لا وانتوا اعضاء كاعضاء مجلس اداره يعني دوركم برضو، لان طبعا الكابتن خطيب ودوره الكبير في قياده السفينه، ولكن كل واحد من حضراتكم له دور هام جدا الحقيقه في قياده سفينه النادي الاهلي طبعا. طبعا الحمد لله متعودين على العمل الجماعي
وعلى كلنا مشاركين في كل حاجه بنكلف بيها من قبل كابتن محمود الخطيب، اللي هي حاجات النادي كلها، اللي هي الملفات المتواجده. أيوة. اللي على مدار يعني احنا داخلين في الاربع سنين يعني تم عملها بشكل يعني يثير الانتباه والاعجاب. الحمد لله كم انشاء خدمات ونواحي رياضيه والحمد لله، واللي هي الحاجه الكريمه بقى بتاعت مصر كلها وجماهير الاهلي واعضاء كره القدم على احلى ما يكون. فده فضل من ربنا، وفي نفس الوقت نتاج عمل جامد جدا موجود جوه النادي. يعني حضرتك يعني انا دايما اقول احنا من اول ما دخلنا المجلس والكابتن محمود الخطيب وزع العديد من الملفات على اعضاء مجلس الاداره، كله مشارك في كل نواحي العمل في النادي. وفي نفس الوقت زي ما اقول حضرتك كده، في النهايه لما يكون منظومه بيجمعها الاخلاص والتفاني، أيوة. دايما ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجته النتيجه اللي بيديها لنا ليه. بس دائما خلال الفترات الثلاث سنين ونص لغايه دلوقتي، يعني منذ ان بدات عائله الاهلي الحقيقه، ولكن دائما ما بنسمع ان هناك خلافات ما بين فلان وعلان، ولا ده طبيعي يا استاذ طارق؟ ما فيش حاجه اسمها خلافات، واختلافات وجهات نظر دايما. أيوة. موجوده الحمد لله. ايوه جوه المجلس بتبقى موجوده دايما منذ الظاهره الصحيه. ايوه ان الحمد لله في ديمقراطيه بيظهر بيها المجلس كويس قوي. أيوة. اللي هو ممكن يكون اختلافات وجهات نظر بتبقى موجوده لصالح النادي. ايوه يعني اذا حدثت في بعض الاوقات. انما عمر ما كان في النادي الاهلي ولا في مجلسه الحمد لله اللي بياخده كابتن محمود الخطيب. ايوه اطلاقا اي نوع من الحاجات اللي هي لا خروج على النص ولا ادبيات النادي الاهلي ولا خلافات ولا الكلام اللي هو والا الحمد لله ما كناش وصلنا للنتيجه اللي ربنا اداها لنا. لسه كان الكابتن سامي قمصان على درجه من الانضباط. لسه الكابتن سامي قمصان كان بيتكلم في نفس النقطه ولكن في الجهاز الفني بقى، بمعنى لسه كنت بساله يا استاذ طارق على اللي بيحصل في الجهاز الفني تقريبا نفس اللي بيحصل في مجلس الاداره، وبالتالي هي مبادئ واخلاق وطريقه بكل الناس في النادي الاهلي بتستخدمها منذ 1907 وحتى الان. اقول لحضرتك كابتن اسلام يعني من حسن حظي ان انا اكيد بيهم في السفريات جامد جدا يعني. منظومه ما بيديرها كابتن سيد عبد الحفيظ باحترافيه واخلاص وحب. يعني تتفرج عليهم حاجه تفرح. حاجه كطريقه اداره نفسها زي ما الكتاب ما بيقول، وفي نفس الوقت حاجه يجمعها الحب والاخلاص يعني حاجه مشرفه. ربنا يديمها نعمه يا رب دايما كده. يا رب ان شاء الله. دايما في المقدمه النادي الاهلي يا رب. طب انت كنت خارج المجلس في الصفاقسي، فاكر ماتش الصفاقسي؟ معلش بقى دي حاجه شخصيه بقى، فاكر ماتش الصفاقسي؟ انا وانت كنا قاعدين جنب بعض في الطياره. كنا قاعدين جنب بعض في الطياره. فاكر ماتش الصفاقسي؟ استاذ طارق كابتن سامي. ماتش 2006. استاذ طارق من يعني من محبي النادي، مش من محبي، من عشاق النادي الاهلي من واحنا صغير يعني. من واحنا بنلعب يعني. فاحنا في 2006 وربنا كرمنا برضه في الدقيقه الاخيره بجون ابو تريكه يوم فكنا البطولات العزيزه برضه في تاريخنا طبعا. فالكابتن الاستاذ طارق كان متواجد معانا كمشجع. أيوة. يعني ما كانش عضو. أيوة. مجلس اداره ولا حاجه، فكان متواجد معانا كمشجع. فدايما الواحد لما بيشوفه كده بيبقى مبسوط، بيبقى فرحان، بيبقى دايما سعيد بمثل هذه الشخصيات. وانت تواجهه مشرفه لينا يا كابتن. ربنا يخليك بمثل هذه الشخصيات الرائعه الحقيقه. احنا دايما كلنا يعني. والله حتى الراجل يعني بيبقى اول ما بشوفه بيبقى متفائل جدا جدا يعني، حتى احنا مسمينه وش السعد علينا كلنا هو. الحاجه بقى الاهم بقى هو عارفها بقى، صلاه الفجر دايما هو ما شاء الله من الناس اللي بتامنا على طول صلاه الفجر. ما شاء الله يعني، ما شاء الله حاجه جميله وحاسس لا ربنا بيكرمنا عشان كده والله يعني. فشخصيه كلنا بنعتز بيها والله يا كابتن اسلام. اللي موجود معاك هو بس بيتواضع، لكن ربنا يخليك في الاحترافيه. شكرا. والاخلاق والاخلاص يعني. شكرا. هو بس ربنا يعني بيجاملنا شويه. لا بالعكس والله، ده اقل من حقك والله يعني. انا بشكرك جدا يا طارق بيه على وجودك معانا، ودايما الحقيقه بتنورنا ودايما بتسعدنا بكلامك الجميل وروح عائله الاهلي الحقيقه اللي متواجده في كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي من الكابتن محمود الخطيب لغايه اصغر عضو مجلس اداره. انا بشكر حضرتك والف الف الف مبروك. شكرا جزيلا للاستاذ طارق قنديل. وزي ما قلت لحضراتكم معانا نجم، وهيكون معانا نجمين تانيين بعد قليل، نجمين الكبيرين محمد شريف وكهربا.
هيكونوا معانا بعد قليل ان شاء الله، وهينضموا بقى وهنسمع شويه حكايات وشويه حلويات، ومش زي ما الاستاذ ايمن الكاشف دايما بيقول، وهنتكلم في كل ما يخص البطوله الافريقيه الحقيقه في وجود نجم كبير زي الكابتن سامي قمصان، ونجم اخر ونجمين اخرين الحقيقه كبيرين، كهربا ومحمد شريف. الحقيقه اعتقد شريف وكهربا وجودهم النهارده في قناه النادي الاهلي الحقيقه، واصرارهم على التواجد النهارده يا سامي، زي ما حضرتك انا عارف ان كان في ناس كتيره بتتكلم وكده، ولكن في النهايه وجودك وسط جمهورك اعتقد ان شيء انت حبه طبعا. ويمكن في البدايه انا قلت لحضرتك يعني من اهم حاجه جيت هنا عشان الواحد يرد جميل للقناه والنادي والمنظومه الاعلاميه كلها اللي موجوده في النادي الاهلي. ايوه، لانكم كنتوا بعد ربنا اكبر داعم لينا يعني، ودايما الواحد بيحتاج الناس دي في الاوقات اللي انت بتبقى بيحصل لك فيها برضو عدم توفيق، او ناس بتبقى مشككه في قدرات الفرقه او قدرات الجهاز. وده حصل كتير يعني. فانتوا دوركم ما يقلش باي احال من الاحوال عن الدور الفني الموجود او الاداره اللي موجوده، لان بعد ربنا انتوا بتبقوا داعم كبير لينا، واوقات كتيره جدا احنا بنستمد الطاقه الايجابيه منكم، فبشكركم طبعا. وده اقل حاجه اللي احنا نكون موجودين هنا كلعيبه او جهاز المنظومه كلها يعني. لا ده شرف لينا يا كابتن سامي والله بجد، لانه زي ما قلت هي الحلقه النهارده دايما بيبقى فيها، او حلقه البطولات دايما بيبقى فيها عواطف كتيره جدا، لانه الناس محتاجه تعرف كابتن سامي قمصان على حياته. هي ما بتشوفوش غير لابس البتاع وبيزعق وبيعمل وبتاع والكلام ده كله، ولكن الناس بتبقى دايما او جمهور الاهلي بيبقى عايز يعرف سامي قمصان حياته، اسلوبه، طريقته، ازاي بيتعامل مع كهربا اللي هو المطرقع، ومحمد شريف اللي هو الهادي، ومش عارف مين اللي هو اللي كذا. فالناس بتبقى حابه تعرف كل هذه الامور يا كابتن سامي. طبعا طبعا، ودي مهمه، ودي من الحاجات اللي منجحها النادي الاهلي يعني. زي ما طارق بيه اتكلم حضرتك، روح النادي الاهلي واسره النادي الاهلي، يمكن كلنا بنتكلم عن كده يعني في كل المنظومه يعني. وطبعا انت ما بتاخدش الحق دوت الا من خلال رمزنا طبعا وقدوتنا كابتن محمود طبعا، واللي قبل كده كان كابتن حسن وكابتن صالح وكل الناس اللي قبل كده، كل المجموعه اللي موجوده اسست افكار ومبادئ وتاريخ النادي الاهلي. يمكن الناس كلها كانت لما بتتكلم على مبادئ النادي الاهلي واسس النادي الاهلي، ناس كتيره ما تبقاش حساها، ما يحسهاش الا عاش جواها يعني، تحس فعلا باسرتك، تحس فعلا ان انت منتمي لحاجه كبيره جدا، ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا او تتنازل عن اي حاجه في الدنيا عشان المكان ده يكون كويس. يمكن انت مريت بالموضوع ده كتير جدا، وحاسس وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. ايوه، كلنا النادي الاهلي دايما ليه فضل كبير علينا في كل حياتنا يعني، في اسرتنا وفي حياتنا وفي اولادنا، لانه بعد ربنا ليه فضل كبير علينا يعني. فاعتقد ان اي جهد او اي تعب الواحد بيقدمه مش هيرد طيب حاجه بسيطه من فضل النادي الاهلي علينا. طيب خلينا ناخد احد الجنود المعلومين بقى في مجلس اداره النادي الاهلي، وامين الصندوق في مجلس اداره النادي الاهلي، صديقنا العزيز الحقيقه واخونا الكبير الحقيقه، واحنا دايما كلنا بنعتبره، انا من 2003 2004 انا مش عايز اكبره، هو لسه صغير يعني، لكن واحد من الناس العقله دايما اللي ليها طريقتها وليها اسلوبها، وصديق الجميع الحقيقه الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي. استاذ خالد ازاي حضرتك؟ والف الف مبروك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، وتحياتي للكابتن سامي. ربنا يخليك يا فندم، وتشكر على المقدمه الجميله دي. لا حضرتك تستحق كده واكتر يعني، طول عمرك الحقيقه واحد من الناس اللي دايما بنستعين بيهم على المستوى الشخصي، المستوى اي حاجه بنبقى عايزينها بنكلمه نساله بصفه شخصيه الحقيقه، واحد من الناس اللي ليهم طله كده وقريب من الجميع حضرتك. الله يخليك يا سام، خيرك حبيبي. يعني الحقيقه البطوله العاشره واعتقد ليها يعني حاجه مميزه عند حضرتك. والله الحاجه المميزه ان احنا يعني بتستمر، زي ما في مثل بيقول الوصول الى القمه سهل ولكن الحفاظ عليه صعب. ايوه، فكون ان احنا نوصل خلال 6 شهور نلعب تاني نفس البطوله وناخدها المره الثانيه وبجداره، وتختم السيزون او مش السيزون، تختم البطوله بمباراه تاريخ باسم النادي الاهلي والكره المصريه، ففعلا ليها معزه وليها، وكفايه بقى انها يعني البطوله العشره، فيعني ليها طبقات يعني.
استاذ خالد، خلال 7 أو 8 شهور بعد انتهاء البطوله الافريقيه السابقه وفوز النادي الاهلي بالقاضيه، 7 أو 8 شهور فيهم مطبات، من اهم المطبات اللي شفتها خلال من دور ال 32 لغايه دلوقتي، تفتكر ايه اللي حصل عشان النادي الاهلي يستطيع ان يحصل على هذه البطوله في النهايه؟ بص، هو انت عندك تحديات كبيره. ايوه، كفايه ظروف الكورونا بس احنا وطبعا الكوتش الجديد موسيماني طبعا يعني الناس كلها كانت متخوفه، ولكن اختيار الكابتن الخطيب كان الحقيقه في محله. أيوة. ومجلس الاداره اداله الدعم الكافي، والناس برضه كانت قلقانه، انما الاهلي زي ما قلنا ما بيتعاملش بقطعه وبيتعامل بكتير. وبيدي السبورت وبيدي الدعم الكافي لكل حاجه. أيوة. انت يعني ابسط مثلا ان انت ما دخلتش على النادي الاهلي على فرقتك، ان انت تصفى عشان تستهلك الوقت، يبقى الوقت من ضغط المباريات كان كبير جدا، وده كمان من ضمن الحاجات تحديات كبيره، ان انت كنت تلعب كاس عالم للانديه وعملت نتيجه كويسه، تلعب كاس مصر، تلعب دوري، بتلعب فكل ده كان فيه تلاحم مباريات بطريقه كبيره جدا. ايوه، يعني بتحاول انت تذلل كل الصعوبات دي، من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل طيارات خاصه بتكلفك زياده شويه، ولكن بتدي الامان لظروف الكورونا والاجراءات الاحترازيه، بتدي الوقت اقل، بتدي راحه للعيبه ان يقدروا يسافروا في ميعاد محدد انت محدده، ميعاد مريح مش في نص الليل، اقامتك طبقا لمواعيدك اللي انت عايزها، الطياره في ايدك، فكل دي حاجات بتساعد فعلا بتساعد الفرقه بتجنبها عقبات كثيره يعني بتديها سبل الراحه هم محتاجينها. مظبوط، لان اللعيبه كانوا يعني مجهدين بزياده غير عاديه يعني. استاذ خالد، انا عايز بس اسال سامي سؤال، وهو سؤال مهم لحضرتك برضو، في المرتب اتاخر يوم عندكم؟ لا استحاله، بجد والله مش استحاله والله. لا قول لو في حاجه استاذ خالد معانا. انت عارف النادي الاهلي، انت تقدر ترد اكتر مني كمان. طبعا استحاله، ما حصلش. مكافئات كل حاجه. لا انا بس هرجع لحضرتك في النقطه دي، لانه انا اتذكر الحقيقه شهر 8 اللي فات اعتقد، او بدايه الكورونا يعني، كل انديه مصر تقريبا يعني خفضت عملت بتاع، لكن النادي الاهلي الحقيقه في ظل هذه الازمه الكبيره وفي ظل هذه الجائحه اللي بتمر على العالم كله، النادي الاهلي قرر قرار مجلس اداره، وبالتالي استاذ خالد طبعا كان له دور كبير في هذا الموضوع، ان تكون كل المرتبات زي ما هي، كل حاجه زي ما هي، الامور بتمشي زي ما هي، الحمد لله ربنا كرم وعدى ولو جزء كبير من هذا الامر، لسه كل الامر ما عداش، ولكن في النهايه قدر النادي الاهلي بمجلس ادارته بامين صندوقه ان هو يواجه هذه الجائحه في ظل ظروف صعبه، ظروف ماليه واقتصاديه صعبه جدا يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك حاجه كابتن اسلام. اتفضل يا فندم. احنا مرينا بظروف اصعب من كده. في مجال بورسعيد. ايوه. يعني كنت لسه بذكر ان احنا ظروف كانت صعبه جدا ما مرش بيها اي نادي في العالم. مظبوط. النادي لعبته اتأذت وجمهوره اتأذى ودوري وقف بالكامل، عقد رعايه اللي هو المصدر الكبير من مصادر موارد النادي. ايوه. وقف، اذاعه مباريات وقفت. ايوه. ايراد مباريات عشان تذاكر كل حاجه مفيش، كل مفيش دوري ومفيش ايرادات ومفيش ومفيش ومفيش، كل ده وتاخد كاس افريقيا. مظبوط. ومفيش مشاكل تحصل لك جوه النادي، اتاخر عليك شويه حاجات بسيطه جدا اللي هي كانت مكافئات مش مرتبات. مرتبات كانت بتصرف بالكامل، وايه؟ ما الدنيا بتمشي ابتدت العمليه تعود للناس قبل فئتها وتشتغل متاخره. ايوه. برضه عايز تدل على ان مجلس اداره النادي الاهلي بغض النظر بقى مش امين صندوق، هو الحقيقه يعني خبره المجلس طبعا وازاي تدير الملف المالي والسيوله بتاعتك وتحدد اولوياتك وتحدد مصادر وخدماتك تحددها الاولويات ليها ايه. فهنا الحقيقه احنا
مش بشكر في المجلس ولا فينا ولا كلها يعني. وطبعا بنقول ان دي خدمه مجلس اداره مظبوط، ومجلس اداره يهمه الحفاظ على استقرار النادي واستقرار اللعيبه واستقرار مش الكره بس على فكره، كل الالعاب وكل من بيعمل في منظومه النادي الاهلي سواء اداري او فني في جميع الالعاب. طب يا فندم عشان احنا دلوقتي داخل لنا كهرباء وشريف، المكافئات تمام وكله متظبط وكل حاجه حلوه؟ لا كله تمام عشان بس يبقوا مبسوطين. لا 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 طب ما انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. احنا مش بجد يعني احنا أي. بنقول النادي تستحق بجد طبعا ما هياش مجامله سواء لعيبه سواء جهاز فني سواء جهاز اداري، كل من يعمل في جهاز كره القدم يستحق التقدير ويستحق مكافاه واثنين وثلاثه لان هم شرفوا النادي الاهلي وشرفوا الكره المصريه بجد يعني. احنا بنشكرك جدا يا استاذ خالد على وجودك معانا، والف الف الف مبروك الحقيقه على البطوله العشرة، وان شاء الله ان شاء الله ال11 تبقى خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا خالد بيه على وجودك معانا، شكرا جزيلا. استاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي، والحقيقه دور كبير جدا جدا لكل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود طبعا الخطيب. كل الشكر ليهم طبعا وفعلا عائله النادي الاهلي كده، هي دي روحها وهو ده النادي الاهلي يعني. أيوة. كمان حابب اشكر طبعا لجنه الكوره برضو طبعا، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا، ناس برضو من اللي لها ادوار مهمه جدا في قطاع الكوره ومع أيوة. الكابتن طبعا، فناس بشكرهم طبعا على دعمهم طبعا لينا ووقفهم دايما جنبنا وجنب اللعيبه وجنب الجهاز، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. طيب خلينا نروح نشوف مين المفاجئتين اللي جايين، اثنين من النجوم الكبار لسه كنا بنتكلم عنهم حالا دلوقتي، كهربا ومحمد شريف. خلينا نطلع نشوف كهربا ومحمد شريف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، زي ما قلت لحضراتكم النهارده احتفاليه جميله جدا عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. الحقيقه معانا او انضم لينا بعد النجم الاول النجم الكبير كابتن سامي قمصان، انضم لينا نجمين كبيرين الحقيقه لهم دور كبير جدا جدا جدا. هم ما بيحبوش على فكره كلام المجعلص ده الكبير ده وبتاع ومش عارف ايه، بس لازم انا اعمل المقدمه هعمل ايه. فمعانا النجمين الكبيرين محمد شريف وكهربا. ازيك يا شريف؟ ازيك يا كابتن سلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مبروك الاول. بارك فيك يا حبيبي. كله تمام؟ كله زي الفل. شريف الصغير اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. شفته اخيرا؟ اه امبارح بقى اول ما وصلت. والله؟ اه والله. عامل شبه مين؟ شبهك ولا شبه مامتك؟ لا شبهي والله. انا كلنا الحمد لله. وكهربا قال لك ايه؟ كهربا ايه؟ ما شافوش كهربا. لا ما قالكش مبروك حتى؟ لا لا قال مفيش اي حاجه؟ ما هو باله ان شاء الله، عقباله لما يتجوز ان شاء الله. من بتاع ولا اي حاجه من الكلام ده؟ الحمد لله. عايز ايه؟ النقطه فين؟ عايز النقطه على طول معايا والله، كنت متاكد انا هو وقفش مع بعض على طول. ازيك يا كهربا؟ الحمد لله يا كابتن، شرف ومنور وسعداء بوجودك جدا. بنرحب يا كابتن طبعا، ومبسوط ان حضرتك النهارده يعني. والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يعني. بطوله 10 سمسم يعني حاجه جميله جدا، ومعانا النهارده زي ما قلت ثلاثة من أصحاب الفرح الحقيقة. عشان كده النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ابعتوا لنا بالمناسبة على هاشتاج ملوك أفريقيا مع الشاطر كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها لشريف، كهربا، كابتن سامي، أي حاجة عايزين تسألوها وأنا هسأل كل الأسئلة، مش هسيب حاجة. كل الأسئلة اللي هنسألها. الأول شريف الصغير وشه حلو. اه الحمد لله من يوم مش الماتش بس، صورة من قبل كده يعني. من يوم ما الحمد لله عرفت اللي فيه بيبي ووشه كويس. اتولد امتى؟ اتولد قبل الماتش بيومين. قبل الماتش بيومين. ليه كنت متضايق؟ ها هو انا اتفاجئت وانا لقيت مراتي بتكلمني بتقول لي. اتفاجئت ازاي؟ اتفاجئت بالتوقيت. ايوه طبعا بهزر. اتفاجئت بالتوقيت مثلا، هي كانت في اول التاسع. كان لسه قدامها طبيعي. اه بالظبط، اللي هي بتاخد التاسع كله ومش عارف ايه عشان هي اول حاجه. اه بالظبط. فلقيتها بتقول لي يا محمد انا هقولي بكره. اوبا ايه ده ازاي؟ بس فطبعا انا كان نفسي ابقى موجود طبعا معاه وكده، بس الحمد لله يعني هم مهم اللي هو اجيب السلامه يعني الحمد طبعا لله. اعتقد الموضوع مختلف يعني، اول لما شفته الموضوع مختلف بالنسبه لك. محمد شريف قبل شريف الصغير غير محمد شريف بعده. طبعا لما ربنا بيرزقك بحاجه زي كده طبعا بتبقى احساس مختلف. انا لما دخلت امبارح شفته وحسيت ان في حاجه مختلفة وحياة جديدة وحاجة تانية. فربنا يبارك فيه وان شاء الله كده اشوفه احسن حد في الدنيا. زي كهربا؟ زي كهربا. متأكد؟ طب احنا عايزين كهربا يتجوز بس عشان امتى هتتجوز؟ يبقى الشهرين اللي جايين ان شاء الله. ارحمنا بقى. الشهرين اللي جايين اكتب كتاب ان شاء الله. امتى؟ الشهرين اللي جايين اكتب كتاب باذن الله. الشهرين اللي جايين؟ يعني احنا شهر كام النهارده؟
انا في شهر كام؟ ايوه صح، عشان على الهوا كده، عشان بالظبط كده، عشان على الهوا وهطلعها لك في شهر 7 دلوقتي. متاكد؟ يعني في 9 يا كابتن مس، هندي له مهله 7 دي 7 7 انا هو بقول في شهر كام؟ بقول احنا في شهر 7 هو في شهر 9 بس ممكن 9 بس السنه الكام لسه ما عرفناش. انا عارف اصلي والله، والله عارف، عشان كده بقول له 9 سنه كام؟ سنه كام؟ لا والله ان شاء الله قريب والله. في حاجه يعني كهربا كهربا الموضوع الجواز ده عشان هو متعلق بوالده ووالدته قوي، فهو طبعًا مش حابب اللي هو يعني ياخد يبعد عنهم. يعني بيعملوا معاك ايه يا كابتن سامي؟ انا لسه كنت بقول لك انت بتشتغل دايما مع مجموعه واحد زي كهربا مطرقع، يعني معروف معروف مش محتاجه يعني كهربا مطرقع. الشريف ما اعرفش انا لسه، بس حاسس ان هو هادي يعني، ما اعرفش صح ولا غلط. لا يعني مش قوي كهربا بالمناسبه يعني من اطيب الناس الموجوده طبعا، يعني واحد من الناس والله الواحد بيعتز اللي هو مرنهم يعني. من اطيب الناس الموجوده، في ناس كتيره واخده فكره عنه اللي هو بتاع مشاكل او بيعمل، بالعكس يعني الناس بتزقه معانا، الناس بتزقه للموضوع ده ان هم بيطلعوا له كلمه كده كلمه كده. هو طبعا لما بيبقى حد متصيد لك كده في اي حاجه، اي حاجه انت هتعملها هو هياخدها بالناحيه السلبيه مش بالايجابيه. بالعكس من الناس اللي قد معانا دور كويس جدا يعني، سواء لاعب ما لعبش، وجوده الفرقه بتمرن كويس جدا، علاقته كويسه بكل اللعيبه الموجوده، بيعمل روح زي ما انت شفت. الاجواء ديت يعني مش اي حد اللي يقدر يعمل الحاجات دي، غير بقى امكانياته طبعا الفنيه يعني. واحد من اللعيبه اللي شوي يا كابتن سامي لا بالعكس بالعكس، لا ارقام كهربا مميزه جدا معاه جدا جدا. لما تيجي تقيسها بمقارنه بعدد الدقائق اللي بيلعبها هتلاقيه مؤثر جدا يعني. كان فتره بس الغياب اللي هو حصلت له ديت، لكن ان شاء الله يرجع اقوى، ولان هو لسه قدامه حاجات كتيره جدا يقدمها النادي الاهلي. هو دايما بيقول كده، ودايما لما بتكلم معاه دايما بيقول كده، انا جاي النادي الاهلي عشان اعمل حاجات كتيره لجمهور النادي الاهلي. ممكن هو التحدي اللي هو دايما بيسعى له اللي هو عاوز يعمل حاجه للنادي الاهلي. هو عمل بطولات كتيره سواء هنا او في السعوديه او مع نادي الزمالك، ومع النادي الاهلي فتره قليله برضه عمل بطولات كبيره، لكن هو عاوز بقى يبقى لعيب مؤثر في تاريخ النادي الاهلي كله يعني. ان شاء الله هو قادر ان هو يعمل كده ان شاء الله يعني. كهربا هاخدك على طول للنقطه اللي حصل فيها مشكله ما بينك وما بين بيتسو موسيماني. ليه؟ لانه ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده، وعلى فكره كلنا عملنا اكتر يعني، في ناس كتير عملت اكتر من كده بكتير. في ايه اللي حصل والعلاقه عدت بسرعه كده ازاي؟ لانه كهربا بالنسبه لنا دلوقتي مختلف. طبعا بس حابب اشكر طبعا كابتن سامي يعني على الكلام الجميل ده، يمكن مش جديد عليه يعني بجد يعني. يمكن كابتن سامي بجد مش يعني مش كلام اقوله في التلفزيون قدام الناس كلها، كابتن سامي اقرب يعني اللعيبه كلها بطريقه غير طبيعيه، قريب منهم جدا. اب روحي للعيبه بجد، اب واخ. وعايز اقول حاجه، طبعا حضرتك كنت لعيب يعني لعيب كبير جدا، وكنت عارف ان لما يكون مدرب بيعاملك نفسيا بتبقى حاجه مختلفه جدا. مظبوط. تلعب بقى ما بتلعبش دي حاجه كبيره جدا. فكابتن سامي قريب مننا جدا يعني، قريب من اللعيبه اللي ما بتلعبش اكتر من اللي بيلعبوا يعني. اللي ما بيلعبوش دايما هو معاهم. وحتى على الدكه يقعد يتكلم معانا، ولو حد مثلا زعلان بيكلمه كلمتين، ولا كني زعل ولا كني في اي حاجه والله. لا سامي يعني الشخصيات الجميله جميله جدا طول عمره. اه والله العظيم يمكن يعني من انضف واحسن الناس اتعاملت معاها بجد في يعني ساعه ما لعبت كوره. والله العظيم يعني شخصيه جميله جدا، وربنا يكرمه كده بقى ونكمل مع بعض ان شاء الله كده 10 سنين تاني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا والله كابتن يعني معلش انا بدات معاك بالنقطه دي، بس هي مهمه جدا عشان خاطر انا هوصل لحاجه بعدين اتكلم معاك. بس يا كابتن يمكن اقول لحضرتك على حاجه، يمكن حضرتك كنت لعيب كوره وعارف لما الواحد بيلعب على طول مش متعود ان هو يقعد احتياطي، فبتبقى صعب عليه قوي. ولما كان مؤثر مثلا مع فرقته فبتبقى صعب ان هو يقعد احتياطي، فالواحد ساعات بيبقى غصب عنه ممكن يعني يقول كلمه كده، ولا ممكن يقلب وشه كده. بس طبعا يعني الواحد يعني اتعلمت، الواحد بيعمل غلط بس اتعلمت منه طبعا. يمكن يعني بعدها في ماتشات اللي فات دي كلها قاعد احتياطي، ما فيش اي حاجه ولا اتكلمت، وبتمرن كويس جدا. ويعني لحد لما فرصه تجيلي ان شاء الله، ويمكن الناس بتاخد فكره عني ساعات يعني ساعات المشاكل، ممكن واحد مثلا ياخد باله بعد الماتش ان انا قالب وشي. لا انا عمري ما بقلب وشي خالص، يمكن الحمد لله الواحد فرحان يعني زمايله، لان كلنا بنكسب وكل اللعيبه يعني. امبارح لما احنا راجعين كلنا فرحانين، واهالينا فرحانين، وكلنا خدنا البطوله، الجمهور فرحان والجمهور كله فرحان، فبالنسبه لنا دي كبيره. فانا بالنسبه لي اخدت البطوله، لعبت ما لعبتش خلاص، ما هو الشريف ده اخويا، هو الحمد لله ربنا كرمه وكسبنا، فانا كني لعبت. فبس كهربا في زيه الجديد يعني بصراحه. لا بجد بجد يا كهربا. هو انا ليه بسال السؤال ده؟ عشان احنا عندنا احنا بنعمل حاجه هنا اسمها الترند الايجابي دايما. مش عايز اطلع
اشتم في كهربا واشتم في شريف واشتم في سامي امصار عشان الناس تشوفني. صح لا صح. احنا بنعمل اللي انت بتقوله ده، احنا بنعلم الشباب الصغير اللي طالع درس بيحصل. طبعا انا غلطت خدت عقابي ومستني دوري تاني. طبعا هو ده الدرس اللي احنا بنتكلم عنه. صح صح. انت مستني دورك تاني لغايه لما ترجع علشان اثبت بقى ان انا اتغيرت وان انا بقيت حد مختلف. هل كهربا اتغير يا شريف من وجهه نظرك؟ اتغير بيتمرن كويس والله، يعني ممكن الفتره اللي فاتت دي بيتمرن كويس جدا في التمرين، وعايز بدليل اللي هو اللي هو اتغير اللي هو بقاله فتره قاعد زي ما هو قال لك ما بيعملش مشاكل. يعني هو لو هو ما اتغيرش زي الفتره الاولانيه كان ممكن تلاقيه بيتخاني. كان بصراحه كان انا مستغربه، يعني انا متعود ان كهربا مثلا لما بيكون ما بيلعبش بيبقى متضايق ان هو عايز يلعب. مش شرط عشان يتضايق اللي هو يعمل مشكله، ممكن يبقى متضايق. يعني احنا بنحسها كلاعيبه مثلا بنشوف حد متضايق فبنبقى مثلا عارفين هو متضايق عشان ما بيلعبش. فكهربا الفتره اللي فاتت مركز، حتى لما ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت لا مش زعلان، مركز بيتمرن كويس. لما ربنا كرمه ونزل ماتش بيراميدز جاب جون، فلا هو مركز وان شاء الله يرجع احسن من الاول ويبقى معانا ان شاء الله. وش الخير عليك قبل كل ماتش بقول لك ايه؟ صح خير. ايه بتقول له ايه؟ بيفوقني قبل كل ماتش بفوقه والله. ازاي بقى؟ يقعد معايا في الاوضه، يقعد معايا شويه، يقعد بفوقه. انتوا بتقعدوا في اوضه واحده؟ لا لا، هو كل واحد في اوضه. لا كل واحد في اوضه. كل واحد في اوضه صح. هو قبل الماتش بيجي يقعد معايا، بعد الغدا بيجي يقعد معايا كده نص ساعه كده نقعد نتكلم، لان شريف اصلا مصر القديمه من منطقتي برضه. منطقه واحده. منطقه واحده، فبفوقه بقى. ازاي بقى؟ لا ما ودينا السر يعني. مش هجاوب. لا لا بعد اكلم. ما تلحقهمش لو سمحت. لا والله انا هو يعني يمكن من قريبين مني هو وقفشه وبقعد اتكلم، يعني بعد اتكلم معاهم. يعني يمكن شريف يمكن انا مريت بالاحداث دي كتير ومريت بالماتشات دي كتير، ويمكن هو في فتره دلوقتي فتره كويسه جدا ومميزه. فقبل كل ماتش بقعد اتكلم معاه، يعني حتى خليك الجون هيجي لك في الدقيقه 90 الدقيقه 95 خليك بس كل مره يحاول. فبقعد اتكلم معاه شويه كده وربنا بيكرمه، بقول له هتجيب جون قبل كل ما. لو ما قلتليش هتجيب مش هتجيب جون مش هينزل يجيب جون. هو عارف. بقول لك ايه، كل ماتش روح. هو عارف. كل ماتش لازم. لا طبعا كل ماتش لازم تروح. سامي، يعني احنا لسه كنا بنتكلم عن شريف، تغير واضح جدا جدا في، يعني انت كنت بتتكلم بتقول احنا كلنا اتكلمنا على الجامب. انا برضو ما بقارنوش برونالدو يا جماعه، معلش عشان انا كلامي بيتاخد، انا عارف انا بس، لكن انا شفت الجامب اللي عمله في اخر ماتش مختلف. انت بتقول لي دايما شريف كان بيتمرن بشكل منفرد بناء على يعني نصايح منك، يعني مو من الجهاز الفني، من الجهاز كله. يعني شريف بيجيب اجوان، يعمل كده ليه؟ ده الدرس الثاني اللي عايزين نعلمه للناس، ان انا بجيب اجوان وبعمل، ولكن انا بطور من نفسي اكتر. طبعا وده طموح اللعيب اللي عاوز يروح لليفل اعلى او عاوز يروح لمستوى احسن او بيحاول يطور نفسه. يعني فشريف من اللعيبه اللي كده، يعني شريف عنده طموح كبير جدا وعنده امكانيات وقدرات تاهله اللي هو يلعب في اي فرق في اوروبا دلوقتي يعني. لكن الحاجات دي مش هتيجي كده، هتيجي بتعب، هتيجي باصرار، هتيجي بتدريبات، هتيجي باخلاص، هتيجي ازاي تحافظ على نفسك وعلى اكلك يمكن حاجات من الحاجات دي اللي هو بيشتغل عليها كلها كل الاجاد. لانك انت لو قدرت تقدر تعمل الحاجات ديت هتقدر توصل لمرحله كبيره. يمكن عندنا امثله كبيره، يعني محمد صلاح من اللعيبه اللي ادى الطموح لكل اللعيبه الموجوده دلوقتي اللي هي يروح لنفس الليفل اللي هو بيلعب عليه. واحد من افضل 3 لعيبه موجودين في العالم دلوقتي يعني. فهو شريف قادر ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت اللي يروح للليفل دوت يقدر يساعد النادي الاهلي الفتره اللي هو موجود فيها ببطولات واهداف وانجازات كبيره للنادي ولنفسه وحاجات شخصيه لنفسه والمنتخب مصر برضو، لانه بقى من اللعيبه برضو المؤثره في منتخب مصر. فبقول له كمل واستمر على الحاجات ديت واستمر على الطموح دوت، وان شاء الله احنا دايما في ظهرك وان شاء الله نساعدك في اي حاجه تقدر توصلك للي انت عاوزه ان شاء الله. شريف النقله دي تجنن اي حد. يعني يعني انا بلعب في نادي امبي، طبعا نادي امبي نادي كبير ونادي محترم وكل حاجه، ولكن الجماهيريه مختلفه، البطولات مختلفه، الضغط مختلف. انت لعبت من اول ماتش تقريبا او من تاني ماتش جبت جوان وقعدت احتياطي، وبعدين رجعت تلعب تاني جبت جوان، وبعدين قعدت احتياطي تالت وبعدين جبت جوان. دلوقتي الناس كلها، جمهور النادي الاهلي كله بيقول محمد شريف. النقله بقى دي ما بين امبي وما بين النادي الاهلي في ظل ان هنا مفيش جماهير، مفيش ضغط، مفيش اي حاجه، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي في حته تانية. دي النقله دي بتغير من طباع كل الناس، ولكن لما باجي اسال كل الناس بتقول لي شريف زي ما هو ما اتغيرش. يمكن انا لما رحت النادي الاهلي كان عندي 21 سنه، كنت صغير شويه، يمكن انا كنت مخضوض شويه في الاول، يعني
بالنسبه لي قبل الاهلي. اه بالظبط قبل العام بالنسبه لي النادي الاهلي نادي كبير، فان انت تبقى موجود وانت صغير في السن فبالنسبه لي كانت في رهبه شويه في الاول. يمكن انا ما لعبتش كتير الفتره الاولانيه بس بالزبط. بس انا كنت لما كنت بلعب الفتره الاولانيه كنت بلعب عدد دقايق صغير بس كنت ببقى كويس فيه. يمكن الفتره اللي انا كنت موجود فيها الاولانيه كانت الظروف مش مساعده التيم، كان خرجنا من افريقيا 3 مرات او مرتين ورا بعض غالبا. فكانت الظروف كانت صعبه بالنسبه لي، فجت عليا فتره لما مستر رسارت جه ما بقتش بلعب خالص، فقررت ان انا اطلع العب سنه في اي نادي بره. فيمكن السنه بتاعت ام بي دي تقلتني اكتر وفرقت معايا جدا يعني على المستوى الشخصي بس. فاشتغلت الحمد لله وربنا كرم ووفق. يمكن انا اصلا كنت بلعب وينج بس كابتن حلمي طولان غير توظيفي في ام بي، لعبت مهاجم اشتغلت عليها والحمد لله ربنا كرم فيها. وانا حافظ المكان ده لان انا كنت في وادي دجله بلعبه، يعني بلعبه ماتشات قليله جدا بس كنت حافظ البوزيشن ده. فالحمد لله ربنا كرم وقدرت ارجع النادي الاهلي تاني. يمكن لما رجعت النادي الاهلي كنت الحمد لله بدات كويس وكنت ماشي كويس جدا، جت فتره قعدت فيها اشتغلت على نفسي ولحد ما قدرت ارجع تاني يعني الحمد لله. اهداف كتيره انا زي ما بقول لك، انا بس انا عايز اوصل للنقطه دي. انت ما اتغيرتش ليه؟ يعني دايما الناس بتقول ان لما شهره وكل حاجه وبطولات ونادي الاهلي الناس بتقول يعني شريف زي ما هو. كل ما بسال حد الناس كلها بتقول لي شريف زي ما هو. يا كابتن ما انت لسه ما عملتش حاجه عشان تتغير، ما انت لسه يعتبر ما كملتش اول موسم ليك في النادي وانت لسه قدامك كتير. اهم حاجه الاستمراريه مش اللي انت تلعب موسم وخلاص تختفي. فانا فعلا لسه ما عملتش حاجه للنادي، فلسه زي ما انا والماتش الجاي هنزل اموت نفسي فيه وابقى عايز اجيب جون واثنين وثلاثه. ده بجد؟ ده بجد طبعا. طيب كهربا شغل الشغل ايه؟ شغل الشغل يعني حركه كده فنان وبتاع ولا هو فنان؟ هو لا الكابتن لا والله الكبير بتاعنا انا بالك مش اكبر منك كتير. لا ما انا بقول لحضرتك اخونا والله. هو كابتن سامي يعني مثلا سنه قريب من قفشه صح؟ هو على طول بيقول قفشه كده. لما تشوفه بيقول له يا عم مجدي. مجدي بس عم مجدي عامل شغل جامد. لا عسل مفيش حد ده بيعمل لك ثرو باسز كتير قوي. اكتر واحد عمل له اسيست اكتر واحد يعني قفشه. بس هو امبارح برده ما سابوش. من الناس اللي اثرت برده في اداء شريف قفشه، من اللعيبه طبعا مؤثرة جدا في النادي، من الشخصيات كمان الجميلة تحب تتعامل معاها، متواضع جدا بيتقبل أي نصيحة. أي نصيحة تقولها له يسمعها كويس ويفكر فيها ويستوعبها كويس ويبدأ ينفذها. فأعتقد من الناس اللي ساعدت شريف جدا يعني، وهم عاملين ثنائي مميز جدا يعني في التحركات وفي فاهمين بعض كويس. إن شاء الله الفترة اللي جاية يكونوا أحسن وأحسن إن شاء الله. كهربا امبارح الماتش وكسبنا وعملنا وبتاع، هل كنت قلقان قبل الماتش ولا كنت شايف ان فريق كايزر تشيفز ده احنا هنقدر نكسبه؟ لا كنت قلقان جدا. اول مره في حياتي يمكن عمري ما بخاف من ماتشات او بقلق، بس اول مره اقلق من ليه؟ ماتش يمكن يعني اصل فريق يوصل نهائي بتبقى برده صعب يعني، عدى مراحل كتير صعبه ولعب فرق كبيره وداد اخر ولعب وكسبان وداد. بس انا لما قعدت على الدكه بقى والماتش ابتدى وكده فعملنا كام هجمه حسيت خلاص ان احنا هنكسب. قلت بس اثناء الشوط قلت ده هم ورا ضايعين وحشين. واحد طويل قوي كل عايز اقول حاجه امبارح 20 30 كروس اتعمل هو كل شويه يطلعها كل الطويل دوت كل اللي بيطلعها 190 سم. والله طويل جدا اكتر من 180 سم. لا 180 رقم 3 لحد اخر الماتش عمال يطلع. فانا حتى يمكن بين الشوطين قعدت اتكلم مع اللعيبه انه قلت لهم شدوا حيلكم كده ان شاء الله هنكسب. يعني هم اصلا هم تعبوا يعني، ممكن هم نزلوا اول ربع ساعه كده يلعبوا بعد كده هم تعبوا. فقعدت اقول للعيبه يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله دوسوا بس اول 10 دقايق عشان يمكن حتى الشناوي يمكن قال لنا ماتش صعب طبعا لما اللعيب منهم اتطرد. فحسيت برده ان هم هيقفوا ال 10 ايام بتاع اللعيبه اللي في الملعب هيقفوا. فيمكن اللعيبه طبعا ربنا كرمنا نزلوا يعني خلصوا الماتش على طول يعني. ايه اللي حصل لايمن اشرف؟
احكي يا كابتن سامي. لا 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 هيخلع وكابتن سامي هيخلع. احكي يا كهربا. لا 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 وعلى فكره لو تقدروا تجيبوا لنا ايمن اشرف معانا على التليفون يا ريت يا شباب. ايمن لا هيزعل. لا لا ايمن ده مش هيزعل يعني. هيزعل يعني ما فيش زعل. لا لا ايمن من الشخصيات الجميله جدا طبعاً. من كباتن الفريق وشخصيه عسل جدا يعني يمكن قريب مننا قوي محترم بصراحه وبيساعدنا جدا يعني. انا وبعدين بقول لك ايه لازم تدي اللي بيزعل ده يا كابتن سامي. كابتن سامي هقول لك حاجه. اصل الموقف ده انت احكي الموقف ده وانا احكي اقلب الراجل. يلا اتفضل يا كابتن سامي. هو رايه بشوتين يعني اتكلم على شكل الفرقه والكلام ده ونقدر نعمل ايه ولازم نستغل طبعا الزياده العدديه بتاعتنا. فانا هضطر اعمل تغيير وانا متاسف يعني اللي انا هعمله معلش انا هضطر ان انا اغير ايمن يعني وكده الكلام ده لو انه عامل اداء كويس جدا بس انا خايف ياخد المنظور التاني. ايمن قام اوكي كوتش اوكي كوتش مش عارف ايه يلا رجاله شد حيله بقى عاوزين نركز مش عارف ايه. فانا قلت له ايمن انت عارف هو قال لك ايه؟ قال لي قلت له ايمن انت هتغير. قال لي بجد؟ قلت له اه والله انت هتغير. راح الراجل راح ليحل الراجل قام رايح له قال له معلش سوري ماي بوي. قال لي معلش. بس عايز اقول لك حاجه كلنا كنا متوقعين التغييره دي. ايوه لا هو يعني هو هو أي واحد طرد زار لا بس طرد. هو 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 ايمن يعني طبعا طبعا الموقف الزايد انت طبعا بتفكر في كل السيناريوهات. انت مش عاوز طبعا حد يطرد حد يطرد انت عاوز يبقى عندك دايما افضليه ان انت تلعب كامل. ايمن طبعا من اللعيبه المؤثره جدا بالنسبه للراجل لعيب رقم واحد في خط الدفاع ايمن يعني يقدر يلعب باك ليفت يقدر يلعب مساك زي ما بيلعب وراجل بيعتمد عليه في كل الماتشات يعني. لكن الموقف ده حصل مع ناس كتير يعني حتى يعني لما ايمن كلمني قلت له خلي بالك الموقف ده حصل مع رامي ربيعة حصل مع ياسر حصل مع حمدي فتحي حصل مع ديانج حصل مع طاهر. فالموقف مش شخصي عشان بس انت ما تفكرش يعني. فطبعا هو طبعا فهم طبعا الموقف يعني ومقدر وكان مقدر الموقف كويس وايمن زي ما قلت لك يعني كابتن من كباتن الفرقه وكلنا طبعا على سبيل الهزار يعني احنا بنهزر اصل لك نفس يا رب ما يزعل بس لا لا مش هيزعل ايمن ايمن عسل جدا وايمن بحب يهزر جدا ولذيذ جدا والله. يمكن لما جالي بقى على الدكه بقى على الجنب لا 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 انا مش هحكي ايمن الموقف ده خالص. لا 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 موقف صعب. لا انت خليتني احكي. لا بس خد بالك ايمن يعني لو في حاجه مثلا ضايقته ما يكملش خمس دقايق في وقتها. لا يعني شفت لما قفشه جاب جون جري عليه ازاي نسي اصلا كل حاجه لما عمل الاوفرات في اخر تمرينه ايمن فجلت راح رجع ويا فوق. احنا مش فاهمين حاجه يا جماعه. لا 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 مش هخش. كنا بنشتغل على كور ثابته كور ثابته كده في اخر تمرينه فانا بص من هنا الناحيه الثانيه فهو اخر واحد كان ايمن عشان المدافع فيعملها عرضيه فمهم هو عمل اتنين عرضيتين فما ما تظبطوش. فالراجل قال له ايمن راح ايمن خلاص يا كوتش راح رجع وقف ورا ما لعبش مش عايز العب جاب علي معلول علي علي العمل. طيب خلينا نروح نشوف السوشيال ميديا و هاشتاج ملوك افريقيا مع الشاطر كاتبين طبعا حاجات كتيره جدا وحاجات. عمرو رافض بيقول معلش عندنا مشكله صغيره كان نفسنا في ثلاث بطولات ورا بعض فمعلش شوفوا لنا القصه دي. الناس خلاص دلوقتي بقت بتفكر في ال11 يعني انت عارف. محمد عاطف منورين قناه ناديكم يا ابطال وفي انتظار المزيد منكم. اللي بعده انس ايه اصعب ماتش في بطوله افريقيا يا شريف؟ سيمبا في تنزانيا. سيمبا في تنزانيا كان ماتش صعب. سيمبا في تنزانيا كهربا كان الجو حر قوي بيلعب الماتش ده كابتن سامي. برضه سيمبا طبعا سيمبا وفيتا ومين؟ فيتا. وفيتا فيتا لان ده كان نقطه برضه تحول بالنسبه لنا تحول كبير جدا هناك اللي كسبناه ثلاثه اللي احنا كسبناه مهم جدا رجعنا تاني طبعا وادانا امل تاني كان ماتش مهم جدا. والجون صلاح محسن في صن داونز برضه كان جون مؤثر جدا اللي هو تاني تاني تاني. طيب اللي بعد كده هنستنى اللي بعد بكره ولا ايه؟ طيب ابص هناك. طيب محمد عاطف كهربا ابن النادي سد ودانك وخليك في الملعب احنا في ظهرك ومستنيين منك الكتير. اللي بعده ده حد اماراتي اسمه جاسم الشحيمي لا توجد بطوله تتسع لاحلامهم كيف يمكن صناعه فريق لا يشبع من البطولات ما هذه الفلسفه الكرويه التي يتبعونها لا يوجد في قاموسهم بناء فريق احلال وتبديل فريق شاب مدرب جديد الكلمة الوحيدة التي يعرفونها البطولة فعلا الأهلي لوحده قارة. كلام محترم
احمد غانم بيقول منورين يا ابطال وملوك افريقيا. محمد بيقول انا الاهلاوي العاشق، عاوزين ال11 يا رجاله ما عندناش وقت بعد اذنكم كاس العالم يلزمنا. ده احمد وجدي. بتفكروا في كاس العالم ولا لسه؟ يمكن احنا لما كنا في كاس العالم الاخير كنا خدنا تعهد على نفسينا ان احنا نيجي هنا تاني ان احنا نلعب البطوله تاني وناخد بطوله افريقيا تاني. بس خلي بالك مشوار اليابان طويل. هتقعد في الطياره 14 سألت 15 ساعه واحنا راجعين. سالت الطياره من البطوله فين؟ قالوا لي في اليابان. قلت له طب صحوني بقى. في اليابان الكهرباء ما بينامش خالص. خلي بالك ما كان في مجموعه كده بتحرق ما بينامش. ده مش عارف بيجيب النوم ده منين. بينام كده والله. حياه الطياره خمس ساعات رايحين نايم. انا بطلع الطياره انام مغطي نفسي. انا مش عارف بينام ازاي. اصحى وانا في القاهره. يا نهار اسود. انا بينام ازاي. صعب قوي نومه الطياره دي. لا احنا غير صعبه كمان اللي نايم. انا فاهم فنايم بقى بس برضه يعني ظهرك بتاع الصوت ده بينام على وشه. من مواقف يا كابتن اسلام اللي حصلت برضو واحنا في قطر، يمكن موقف كده. كنت قاعد انا وكابتن سيد عبد الحفيظ. كنا بنتفرج على المباراه النهائيه، وطبعا كلنا الفرقه كلنا عشان بعد المباراه في توزيع الجوائز يعني. طيب فجت اللقطه بتاع نهايه المباراه يعني، وبايرن ميونخ هو بياخد يعني الكاس يعني. فكنت قاعد انا وكابتن سيد، وكابتن الخطيب كان قاعد قصادنا يعني. احنا يعني هو ممكن يكون مش شايفنا قوي يعني. شفنا بقى في عينيه ازاي يعني الحلم اللي هو عاوز يكون نادي الاهلي في المكانه ديت يعني. فكان من مواقف حتى اللي كلمنا انا وكاب سيده عليها يعني. والواحد حلم يعني ان شاء الله يكون النادي الاهلي ان شاء الله في المكانه ديت يعني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خلينا نروح لاحد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دكتور مهند. دكتور مهند ازاي حضرتك؟ والف الف مبروك. اهلا وسهلا كابتن اسلام، والف مبروك لينا كلنا وللجماهير واعضاء النادي الاهلي والفرق كلها. وبحيي طبعا ضيوفك الكرام كابتن سامي ومصان، طبعا بحييه. اهلا بيك يا فندم. محمد شريف وكابتن كهربا، الف الف مبروك. وكنت دايما عند يعني ثقه جماهير ومجلس اداره النادي، والحمد لله يعني كنت قد الثقه دي، وربنا كرمهم الحمد لله بالبطوله دي والبطوله اللي قبلها. والحمد لله دي ليها رسائل ومعاني كتير يعني. الحمد لله. مبروك لحضرتك يا فندم. يعني البطوله العاشره اعتقد ليها شكل خاص ولها تاثير خاص، ولكن في النهايه هي بطوله افريقيه، ودور مجلس اداره النادي الاهلي في الفوز بهذه البطوله اعتقد واضح جدا يا دكتور. والله طبعا هو الموضوع كابتن اسلام انا بالنسبه لي يعني بعتبره اكبر بكتير من مجرد تحقيق لقب وبطوله الجمهور كان مستنيها بقاله سنين يعني. خلينا نتكلم بشكل عام على البطولتين يعني. الموضوع جه بعد جهد وعناء سنين، ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا ما كنت موجود برضو في مجلس الاداره اللي فات والحالي، فانا عشت الثمان سنين او السبع سنين اللي من بعد اخر بطوله 2013. شفت الشاهد على العصر كله في الفتره الاخيره، وازاي اتبنى الفريق واتكون على نار هاديه زي ما بيقولوا. ويمكن اللي حصل في السنتين اللي فاتوا ادى يعني ادى درجه كبيره من الوعي للجمهور انه بناء الفرق وبناء جيل يكمل لسنين قدام تفضل الناس فاكراه مش بالساهل يعني، بياخد وقت كبير جدا. والفريق ده اتبنى على مدار 7-8 سنين. مش عايز طبعا يعني الناس كلها عارفه التاريخ مين كان موجود بقاله الفتره دي كلها، اذا كان شناوي بعدها معلول او جايه، وبعديها الاجيال الجديده، بعديها الشباب اللي طلع اخذ فرصه بره وتقل زي ما بيقولوا، ورجلين جندت في الملعب ورجع تاني يكمل الطريق. فالموضوع يعني حكايه يعني تتحكي لسنين قدام. ويمكن طبعا الـ يعني مجهود الشباب واللي هم عملوه كمان من السنه اللي فاتت ادى رساله قويه جدا. ويمكن احنا حاولنا كمان في النسخه اللي فاتت نوصل رساله، لانه كان الجمهور طول الوقت وده طبيعي طبعا احنا بنعذر الجمهور يعني طول الوقت لما بيلاقي الفريق نتائجه مش زي ما هم متمنين بيعملوا ايه يا كابتن اسلام؟ ايوه يبتدوا يشيروا الفيديوز القديمه، يجيبوا اللعيبه القدام الاجيال القدام اللي طبعا الجيل الحالي كان يعني يعتبر حظه وحش انه استلم بعد جيل قوي جدا. لكن هم اثبتوا ان هم رجاله وان هم قادرين يكتبوا التاريخ بحروف من نور زي ما بيقولوا باسماء جديده مختلفه عشان يفضل الاهلي هو البطل، ويفضل هو البطل هو النجم. واللعيبه دي اللي قدر منهم يبقى جامد ويستحمل الضغط اللي عليه
وتبقى رجليه ثابته على الارض، هو اللي حفر اسمه وهو اللي كمل وهو اللي الناس هتفتكره. يمكن كمان خليني شيء بشيء يذكر، اتفضل. احنا لما عرضنا فيلم سر التاسعه ووثقناه، وكانت يمكن لاول مره تحصل ان احنا نوثق فيلم كان ليه ابعاد يعني اكبر بكتير من 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 احراز بطوله غايبه عننا بقالها 7 سنين. ايوه. الجماهير لما شافت قد ايه اللعيبه دي في الكواليس بتتعب، هم كانوا متخيلين ان الموضوع كله رفاهيه، يعني اللعيبه رايحه بطياره خاصه، اللعيبه في الفندق، مش شايفين اللي بيحصل في الكواليس. ايوه. ذات يمكن لو نفتكر مع بعض، هم اكيد معانا، يعني مشاهد السودان خلت الجمهور يغير وجهه نظره عن اللعيبه، قالوا لا ده احنا ما كناش نعرف ان هم يعني بيتعبوا كده او كده، ان في صعوبات، ان في خطوره عليهم، دي ناس ضحت، كان ممكن حد فيهم يحصل له حاجه لا قدر الله يعني. ايوه. فابتدت وجهه النظر تتغير واحده واحده، وابتدت ياخدوا ثقه، وابتدوا يبقوا ناضجين جدا جوه الملعب وبره الملعب. الحمد لله ده من الاسباب اللي سهلت كمان البطوله دي، ان انت الحمد لله بقى مستواك باي فار بعيد عن المنافسين بمسافه تدي ايحاء للناس ان البطوله اسهل. لا، هي مش اسهل، هو انا اللي تقلت يعني، برضه انا اللي فريقي اختلف تماما. مظبوط. انا اللي فريقي اختلف تماما عشان لعبت رياضه، فيعني حاسس بيهم كويس جدا، عارف قد ايه انا مريت بكل اللي هم بيمروا بيه، بالمواقف الابس اند داون، وانك تقع وتقوم تاني، بس مين اللي يقدر يقوم تاني؟ هو ده التاريخ هيفتكره. فطبعا انا مش عايز اطول طبعا، لان هم الابطال. مزبوط. وهم اللي ليهم الحق ان هم يتكلموا، وهم اللي ليهم الحق ان الناس تبارك لهم، بس انا طبعا ما كانش ينفع اسيب فرصه زي دي من غير ما ابارك لهم. هم شرفونا ورفعوا راسنا، وباذن الله منها الاعلى، ومنتظرين منهم دايما كتير بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني طبعا كلام محترم جدا وكلام جميل جدا. كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة تحس كده إن هم ناس راقية وعاقلة وعارفين بيتكلموا إزاي وبيتكلموا في إيه، ومش عايزين يضيعوا وقت الناس. طيب خلينا قبل، بس لأن طبعا حضراتكم بعتين أسئلة كتيرة جدا، بس أنا عايز أسئلة بقى عشان سخن كهربا شوية، وشريف وكابتن سامي عايزين أسئلة اسألوا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تبعتوها لنا، ابعتوها لنا على هاشتاج ملوك افريقيا مع الشاطر. كل الاسئله اللي حضراتكم هتبعتوها هنسال كابتن محمد شريف، كابتن كهربا، وكابتن سامي قمصان. طبعا كابتن سامي قمصان دايما بيساعدهم يعني، بيقفل عليهم شويه عشان من، لكن في النهايه هنسال كل الاسئله. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع لاحتفاليه قناه النادي الاهلي بالعشرة بعد هذا الفاصل. نور بقى بيعمل ايه؟ نور ودور نور. نور معايا فيديوهات لقد كده. نور احد عمال غرفه الملابس. مظبوط. يعني دوره معاكم ايه برضو، او كل المجموعه يمكن يعني. دور يعني دورهم كلهم بصراحه شخصيات كويسه جدا، يمكن هم 33 واحد في النادي، يمكن بيشتغلوا من زمان، يمكن كلهم كويسين جدا، ويمكن محترمين وشخصيات جميله. بس نور بقى طبعا عشان معانا في المعسكرات بقى، فلذيذ قوي يعني، على طول بقى يقعد في يجي له. هو نور اللي كان بيرقص بنضاره وحاطط انا معايا فيديوهات قد كده ليه. هو كده هو الوحيد لازم الوحيد. كل يوم يصوره كهرباء، كل يوم لازم اجيبه الاوضه عندي واحنا قاعدين انا واصحابي ونشغل اغاني ويقعد يرقص. لا لا والرقص بتاعه بقى انواع بقى. اول ما الكورونا بدات كانوا عاوزين حد اللي هو يقدر يعقم يعني الاوضه والفندق والكلام ده، فناس كتيره جدا كانت متخوفه يعني. طبعا هو الوحيد اللي قرر يبقى معانا يعني والكلام ده يعني. في اوضه اللبس. في اوضه اللبس. اوكي. وبقى سبحان الله بقى ربنا يعني كان سبب في رزق لي يعني، اللي هو سافر كل السفرات معانا وموجود معانا. طول اي سفرات معانا خلاص. فالوحيد الوحيد اللي مش عاوز كورونا تمشي. هو عاوز فعلا. انا مش عايز كورونا تمشي. مش عاوز كورونا تمشي ابدا. كورونا ما مشيت هيقعد هو في النادي. سبحان الله يعني كورونا كانت سبب في رزق. سبحان الله. قال لي ايوه احنا مسافرين على كاس العالم. سافر معاكم؟ اي سفريه معانا. واحنا سفريه كابتن كاس العالم، فكان هيجي. قال لي ما تقلقش، عمال اصلي بقالي اسبوع صلاه الفجر وكل الصلاه عمال ادعي ان انا اجي معاكم، مش هسيبك يا اخويا. وجي كان معانا. لا لا معايا فيديوهات رهيبه. لا لا فين الفيديوهات؟ ما تبعت لسمير عشان ننزل ولا ما تنفعش؟ لا ما الفرحه دلوقتي الناس كلها مبسوطه وكلها فرحانه. الفصل الجاي هبعت له فيديو. ماشي. الفصل الجاي يا جماعه هنبعت لكم شويه فيديوهات جامده جدا لنور. شريف برضو عايز اسالك، امبارح فريق كايزر تشيفز بيلعب بطريقه
قافل قافل يعني. انت دايما متعود ان انت تلعب في المساحات، متعود ان انت تيجي من ورا تبقى قدامك مساحه. شو اللعبه اللي دايما النادي الاهلي بيلعبها الفتره الاخيره، بيباص كتير ويلعب لك واحده او يلعب عملتها يعني امبارح الدنيا كانت مقفله خالص الشوط الاولاني. ايه اللي حصل بقى في الشوط الثاني عشان تقدر تجيب الجون ده؟ والله يا كابتن، هو يمكن الشوط الاولاني ممكن الفرقه بتبقى مركزه اكتر، يمكن الشوط الثاني التركيز بتاع اي فرقه انت بتلعبه بدل ما انت ضاغط وماسك كوره كتير التركيز بيقل برده شويه. فانا يعني انا كابتن سامي كلامه ليا دايما هي واحده. يعني ايه؟ او واحده طول الماتش، واحده ممكن يعني ممكن واحده يجي لك في الماتش. اوكي. دايما يقول لي كده ما تزهقش ما تزهقش. فانا بلعب على الواحده يعني، مش يعني انا ببقى مركز اللي هي ممكن تجي لي واحده نخلص بيها الماتش. فانا ببقى صبر يعني، يعني في الماتش ببقى صابر جدا، يمكن بفضل احاول وما تجيش، مش شرط تجيلي قدام الجون يعني، بس بحاول بتحرك كتير. يمكن حتى ممكن اتحرك مش شرط تتلعب لي يعني، بخلق لزمايلي مساحات. فانا كنت صابر جدا، فمش حتى هتلاقي اكتريت جواني دايما في الشوط الثاني يعني، مش شرط الشوط الاولاني. فكان في مساحه كده بين المساك والمساك الثاني، يمكن المساك اللي انا كنت في عند المساك العكسي. فالمساك اللي هناك طبعا مش شايفك، مش واخد انا، هو عارف ان انا مع الثاني بالظبط. فحسيت اللي هو مش مركز يعني مع اللي ورا، فرحت قاطع من قدامه. فاكرم عملها لي كويس بصراحه. فحتى الجون انا لمحت الجون يعني، بصيت بصه كده صغيره لمحت الجون، ف تعملها من فوق بس بسيطه كده. توقعت ان اكرم يعملها، لانه اكرم دايما لما حتى بيخش بجوه بشماله مش زي يمينه. توقعت ان هو يعملها لان هو ما كانش مزنوق او ما كانش مضغوط، فكان قدامه اللي هو المساحه اللي تخليه يباص الكره مستريح يعني. اكرم في الباك رايت اعتقد عامل شغل كويس. بصراحه اكرم لعيب كويس، ولعيب لعيب جامد جدا، وماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، وبتمنى له الاستمراريه ان شاء الله، وربنا يكرمه دايما يعني. رايحين يلعبوا بقى كهربا في فين؟ في اليابان. اليابان. مسافر امبارح، قال لي زعلان. ليه؟ قال لي زعلان ان انا مش هسيبك ترجع لوحدك. اكرم برضه اكرم من اقرب الناس ليا يعني، وطيب جدا، شخصيه جميله جدا يعني. يمكن على طول، يمكن هو بيقعد يصحيني على صلاه الفجر دايما. والله والله نقعد نصلي مع بعض، يقعد بعد صلاه الفجر يديني بقى درس. اقول له بقول لك انا عايز اخش انام يعني، خلاص رايح عندنا ماتش بكره. لا لا، ده كان طول المعسكر كده، فكل شيء عايز يديني درس. بس هو شخصيه عسل جدا ولذيذ جدا يعني، وربنا يوفقه ان شاء الله كده في البطوله دي ويكسر الدنيا. من اللعيبه المخلصه جدا قوي قوي. لا ومجتهد، ولا تسمع له صوت ولعب ما لعبش، وبصراحه يعني ما شاء الله. انت دلوقتي بقيت من الناس الكبار اللي في الفرقه، بقى ليك دور مختلف يعني. ولا كابتن، يمكن الواحد على قد ما بيقدر، يمكن يعني لو قدر يساعد زمايله في اي حاجه، طبعا ده اللي بعمله الفتره اللي فاتت دي يعني. يمكن الواحد يتغير، يمكن تعرف حاجه السنين اللي فاتت كنت دايما بلعب فمش مركز في حاجات كتير، لكن دلوقتي بقت يعني قبل ما اروح كل ماتش ببقى ال 11 لعيب اللي بيلعبوا بعض يعني اتكلم معاهم، لان قريبين مني، بقت ليا ادوار كده مختلفه. فالواحد يعني مبسوط يعني بالحاجات دي كلها، يمكن غيرتني الاحسن يعني. يمكن في ناس كتير كنت كانت بتقعد مثلا تقول لي اصلا انت يعني ما بتشاركش وبتلعبش، وقلت لهم يعني بس باين ان انت مبسوط، باين ان انت فرحان. انا حكيت ان اصلا يعني انا مش فرحان ليه؟ مش مبسوط ليه؟ يعني اصلا الفرحه دي بتيجي لينا كلنا. وانا يمكن بطولتين افريقيا اللي خدتهم دول في 7 شهور، يمكن كابتن خطيب امبارح بتصور معاه في المطار بيقول لي انت خدت كام بطوله لحد دلوقتي؟ قلت له يا كابتن بقالي 7 شهور ولا سنه ونص يا كابتن، خدت 2 افريقيا في 7 شهور بسم الله ما شاء الله، وفي سنه ونص الحمد لله بتاع 5 6 بطولات يعني. يعني الواحد ما كانش يحلم بالبطولات دي خالص يعني. وحتى لو ما شاركتش يعني، كفايه ان انا مثلا لابس شيرت النادي الاهلي، هو مش كلام تزويق ولا حاجه، يمكن الواحد حلم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. فانت كل ما يعني تنام تصحى تاخد بطوله، فهتلاقيها فين دي؟ مش في اي نادي في العالم يعني. فالواحد مبسوط يعني البطولات ديت، ولو شاركت دقيقه يعني بالنسبه لك فرحان بالنسبه لي لحد لما الفرصه تيجي ان شاء الله. بس هي دي اللقطه اللي كنتوا بتتكلموا فيها اعتقد كابتن خالد في المطار بعد الكاس. معلش المطارات بقت فاضيه دلوقتي كتير، بس براحتنا براحتنا يعني. بس لا في مش في القاهره دي بره. قال لك ايه هنا؟ قال لك خدت كام بطوله. هي دي اللقطه يعني. بسم الله ما شاء الله. قال لك اهو مبروك وتمام. استاذ طارق عسل. ايه؟ عسل جدا بقى. استاذ طارق قال لي لذيذ قوي، لا شخصيه محترمه. امبارح انا اتصورت مع كابتن خطيب، فراح قال لي بقول لك ايه، انا عشان اتصورت بالكاس معاه بقى، قول له انت نتصور واحده سيلفي. عشان كابتن خطيب كان عايز اللعيبه تتصور بالكاس يعني. انت عارف كابتن خطيب دايما بيخلي اللعيبه تفرح ويتبسط وهو يعني
يمكن كابتن خطيب يعني من يعني من الشخصيات اللي الواحد بجد اتعامل معاها محترم جدا وكويس جدا وما بيسيبناش لحظه. يمكن مش انا بس, كابتن سامي وشريف كل اللعيبه وكل الناس يعني لو في اي حاجه بنروح له على طول. يعني دوره معانا كبير جدا جدا, يعني بنرتاح لما يكون معانا في السفرات بصراحه. وش حلو علينا كده, وش حلو علينا, بيدي طبعا الفرقه ثقه ويدينا طبعا اطمئنان ويدينا دعم قوي جدا, يعني لان هو مبقاش معانا مجرد اللي هو معانا بس, هو معانا في كل الاوقات, في التدريب وفي الاكل, في ساعات بيتكلم مع اللعيبه على في المحاضرات او كل واحد مثلا بصفه شخصيه. بيدي سبورت كبير جدا للجهاز, احنا دايما بنبص له اللي هو حاجه كبيره جدا. يعني يمكن اللقطه اللي انت بتشوفها دي كل البعثه اتصورت, كل البعثه يعني, وبتتكرر كل مره. يعني لو كل مره هو معانا بيبقى كل واحد عاوز يتصور معاه, كل واحد عاوز يعني يوثق الوقت ده بالظبط. يعني ان الكابتن واحد من الناس المؤثره مش في مصر بس, يمكن احنا بنشوف العالم بكل البلاد اللي احنا بنروحها ما شاء الله. يعني هو ربنا مديله حاجه, ربنا يديمها عليه, يعني حب الناس دي حاجه بتاعت ربنا يعني, فهو يستحق كده يعني, ويستحق المكان اللي هو فيها, ويستحق النجاحات دي كلها, لان هو اتحمل برضو كتير جدا. واحد من الناس اللي استحملت حاجات كتيره جدا يعني على المستوى الشخصي والعائلي, فربنا بيكافئك بالحاجات ديت. فاعتقد دي افضل هديه من ربنا, عشان هو يعني شخصيه يستحق كل الخير. يعني التيشيرت امبارح يا شريف بتاع كابتن خطيب طلعه الشناوي واداه للكابتن خطيب رقم 10, كنتوا متفقين على الموضوع ده؟ بصراحة يعني أنا عن نفسي ما كنتش تعرف. بصراحة كنتوا متفقين يا كهربا؟ تيشيرت في البيت عندي والله خدته. يعني انت اللي انت خدته؟ لا انا مش انا اللي عامله, بس بعد الماتش كلنا اتفاجئنا. اتفاجئنا كلنا بصراحة, خدته بقى بعد الماتش, دخلت الأوضة. بس خد بالك يا كابتن, لما بتكون مفاجأة بتبقى حلوة. ما انا عشان كده بس انا اعتقدت ان انتوا كلكم مرتبينها او حاجة كده. انا ما شفتش اللقطة, خلي بالك يا كابتن, انا اصل احنا كنا بنحتفل هناك فشفتها وانا داخل بجيب تليفون عشان نقعد نصور, فشفت اللقطة. فلما دخلنا بعد نرقص وكده فاحتفلنا, فراح فكرت قلت فين التيشيرت من خطيب عشان خاطر اخده عندي في البيت ابروزه, يعني احطه في مع الميداليات. خدت انت التيشيرت ده؟ يعني هو كان تيشيرت واحد وانت اللي خدته؟ خدته معايا في البيت. والكابتن كابتن خطيب سابك تاخده؟ ما كانت خطيب باين اداه لحد. خلي امين يعمل له واحد. فا وشريف يعمل, خلي حد يعمل له واحد. والله ان شاء الله حد هيعمل لك واحد. طب كويس جدا, ده يعني اعتقد ان الحاجات دي بتبقى حلوه يا شريف. طبعا يا كابتن خطيب وجوده معانا زي ما كابتن سامي قال بيدينا دافع وحافز كبير جدا, ووجوده دايما بيطمنا دايما. قبل كل ماتش بيبقى في محاضره بيتكلم معانا وبيدينا الثقه يعني. ما بيتكلمش معاكم فنيا ولكن بيتكلم معاكم يعني طبعا. بيدينا الثقه يعني, بيديك حافز وحاجات كده. كابتن وجوده مهم جدا معانا, ودايما وش خير علينا, ودايما معانا في الماتشات الخارجيه اللي هي المهمه جدا الصعبه. كابتن خطيبه كهربا, الناس ممكن تقول ان احنا بنقول الكلام ده لمجرد ان احنا بنلعب في النادي الاهلي او في قناه الاهلي او كذا او كذا او كذا. لا يا كابتن, يمكن بص انا هحكي على حاجه, يمكن يعني طول عمري يمكن والدي ووالدتي مربيني على عادات وتقاليد كده, حاجات يعني انا لما بتعامل مع الناس دايما بحبهم جدا, يعني الناس اللي بيتعاملوا معايا كويس وبحبوني جدا بفضل اكبرهم طول العمر يعني. وده مش كلام انا, هو يستاهل اكتر من كده يعني. يمكن مش عشان كلام في التلفزيون ولا كل الناس عارفه يا كابتن خطيب, ده حاجه كبيره جدا وقيمه. ممكن اي حد عندنا, اي حد زي ما كابتن سامي كان بيقول لو بيروح يتصور معاه بيبقى نفسه ان كابتن خطيب يتكلم معاه كلمتين. والله العظيم بجد يعني كلنا. فبالنسبه لك بقى تلاقيه معاك في الطياره ومعاك في الاوتيل ويتكلم معاك واحنا في قطر. يمكن سوبر لاني بتمرن كويس جدا, وراح بعد التمرين ناداني فاداني مكافاه يعني. كنت سامع مع بعض, كنت سيد صرفتها. لا ده انا لا ده بروزها حاجات كده. لا يا كابتن الحاجات دي ببروزها يعني, الحاجات دي تاريخيه وخليته يكتب لي عليها والتاريخ وكل حاجه يعني. والله بالنسبه لي دي حاجه كبيره. فانا من صغري باي مكان اروحه او اي حته اروحها الناس اللي بتعامل معاها لازم اكبرها وبحبها. انا بحب الناس كلها يعني. وكابتن خطيب طبعا زي والدي يعني, حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. قلبه كبير يا شريف برضه جدا. ها جدا. مش كابتن خطيب بتكلم على كهربا. ما انا بقول لك جدا حنين. هو الحقيقه كابتن خطيب دوره واضح جدا, ويعني مش بنقول الكلام ده عشان احنا موجودين هنا في القناه, ولكن في النهايه بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للكثير جدا من المواطنين في مصر
كابتن خطيب قيمه كبيره جدا جدا لا جدا مش في مصر بس القدر. انت ما تبقاش معانا في افريقيا او في البلاد العربيه اللي احنا بنروحها. ايوه لا ما شاء الله يعني حب بتاع ربنا يعني وناس كتيره جدا بتتهافت اللي تشوف الكابتن او تصور معاه طبعا وده رمز يعني بالنسبه لنا رمز من رموز الرياضه اللي موجوده او اللي جت من تاريخ كله يعني زيه زي كابتن حسن شحاته زي الناس كتيره اللي احنا طبعا. عشان ما بقولش بس اللي احنا كابتن خطيب بالنسبه لنا حاجه كبيره زيه زي نجوم كبيره قبل كده برضو الشيخ طه ناس كتيره اللي كانت موجوده كلنا بنحترمهم وبنقدرهم في حد كمان انا بتفائل فيها بيها الشريف جدا مش انا بتفائل بيه كل جمهور النادي الاهلي بيتفائل بيه لما بيبقى موجود معاكم وهو كان موجود معاكم امبارح انتوا قولوا الو بقى انا مش هقول مين الو بس انتوا قولوا الو عيشوا انا يعني بنسبه كبيره عارف الو 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 ايوه مين الو ممكن تعلي الصوت شويه لو سمحت يا سمير لا رحمه سامي شكله نور والله كابتن سمير لا مين نور صح لا لا طب طب انا مش سامع هو ممكن تعلي صوتك شويه لو سمحت انا هعرف دلوقتي ازيك يا سام الحمد لله يا نجم الحمد لله انا مش هقول مين برضه انا فاكر لا الصوت مش باين والله انا واحد كنت معاك المتفاجئ بس انا قريت الكهرباء المره دي صوت مش باين الايه يا جماعه علوا الصوت شويه يا جماعه في الاستوديو لو سمحتوا علوا الصوت في الاستوديو يا فهمي يعني علي الصوت شويه من عندك يا نجم ده هو فنان حبيبي الو فنان انا فهمي طيب ارجعوا لنا تاني احمد فهمي موجود معانا في كل السفريات اللي فاتت اتفاجئت بيه ده انا لسه اتفاجئت بيه امبارح فلقيته في الماتش اه فبحسبه اصلا من يومين كان لسه بيعرضوا الفيلم بتاعه مكسر الدنيا فاتفاجئت بس هو عسى فهمي جميل معانا في ماتش الترجي برده كان معاك ماتش الترجي ودايما متواجد كمان الراجل اللي بيحبه جدا والله والله الراجل بيحبه جدا بيحبه لا جدا هو وش حلو علينا هو من مشجعين النادي الاهلي اللي كلنا متفائل بيه والله اول ما شفناه حتى اتفقنا بيه جدا يعني نجم كبير وراجل داعم دايما النادي الاهلي بيفهم كوره برضه على طول معانا في كل السفريات ومتعصب لا يعني ده دخل معايا مره في القريب في الماتش بعد ماتش الترجي اتكلم معايا في الكوره وده اصله لازم يقطع من هنا ويرجع من ورا وده كريم برضه كريم اخوه برضه كريم طبعا كريم فاهم لا هما الاثنين اهلاويه فهمي من الاهلاويه الكبار جدا يعني كريم واحمد طبعا يعني من اهلاويه وعلى طول يعني يمكن مع اللعيبه برضو بيقعدوا يتكلموا اللعيبه بصراحه وعلى طول يعني بيبقى لهم دور اعتقد الكهرباء طبعا يعني هو نجم برضو هم صح هم نجوم يعني كريم واحمد طبعا نجوم واهلاويه اهلاويه جدا يعني مش الاهلاويه عاديين لا اهلاويه جدا فدايما مثلا لما تلاقيهم هم بيكلموك طبعا دول نجوم كبار برضو فنانين كبار فلما بيكلموا لعيبه برضو بيبقى فيه حافز كبير برضو يعني وسن واحد تقريبا قريبين اهم بعض يعني يكونوا اكبر بس سن بس احمد اكبر مننا شويه ماشي مش عايزين نقول بقى ونقول ان هو قريب مننا شويتين 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 انت عارف محمد شريف لسه صغير عشان شريف اصغر محمد شريف صغير لسه صغير شريف 96 عدد ايه؟ مواليد 96 96 ده كام يعني 24 سنه 25 يا عم خليها 24 انا 27 حسيت ان انا والله العظيم كانت 27 سنه حسيت ان انا 27 ده شكرا عشان بيلعب بقاله فتره كبيره تحس ان هو اكبر كهربا بقاله فتره كبيره جدا بيلعب طبعا وكان نجم ربنا قبل ما يجي النادي طبعا في نادي الزمالك ومنتخب مصر وبرتغال وفي السعوديه فطبعا ان شاء الله شريف ان شاء الله ان شاء الله يعدي المراحل دي ان شاء الله كمان اكتر واكتر ان شاء الله هداف افريقيا اهو السنه دي الحمد لله ان شاء الله هداف افريقيا السنه الجايه باذن الله ان شاء الله وهداف كاس العالم احنا دلوقتي داخلين على الدوري حضرتك لا يا كابتن ما هو برده ان شاء الله البنك الاهلي الدوري لا يا كابتن لا كريف قال لي هنلعب البنك الاهلي من الخميس قال لهم على ايه على ايه 16 نازله ايوه ياخد الوديعه بتاعتك والوداع كترت اليومين دول ما شاء الله لسه ايه لسه 11 يا كابتن عشان شريف لسه ال 11 عشان شريف الصغير شريف عشان يربي شريف الصغير عشان شريف يظبط له المستقبل بتاعه 11 اخر مره عملناه ولا بس كنت بقى ابويا وامي بيتفرجوا انت علاقتك بباباك ومامتك مختلفه كابتن قوي يعني قوي يعني يمكن ماليش غيرهم يعني ويمكن واختي كمان يعني طبعا
يمكن اختي وابويا وامي دول بالنسبه لي حاجه، اصل هم قعدوا على طول قاعدين في البيت يعني، هم ما بيعملوش حاجه غير صلاه وقران وتلفزيون، ما بيعملوش يعني حتى ما بيخرجوش يعني، حتى طول عمري اقعد اقول لهم تعالوا نخرج تعالى نتعشى في مكان نتغدى، ما بيخرجوش خالص يعني. طب اخرجوا معايا يا جماعه لو سمحتوا. نفسي والله كده ضروري جدا والله العظيم يعني الفتره دي ما قاعدين، كل ما اقول لهم نخرج راح ماما ايه تقول انا تعبانه، راح داخله تنام عشان تصحى عندها كده تقعد قبل مساله الفجر كده وتقعد بقى تدعي لي. فانا انا جوه البيت حاجه وبره البيت حاجه تانية يعني، انا جوه البيت متدلع جدا يعني طفل والله، فعشان كده متعلق بيهم قوي يعني. يعني هم يعني ممكن يعني انا قبل ما اجي البرنامج يمكن اختي حضرت لي اللبس، اللبس وكذا تيشيرت كذا، تلبس ايه كده ربنا يخليهم لك يا رب، لان هم دول الاساس في كل حاجه طبعا، هم دول العيله يعني في كل حاجه يعني. يمكن لولاهم برده يمكن الواحد ما كنتش في المكانه ديت يعني، يمكن الشريف برده قريب برده من اهله جدا طبعًا. يعني كده. وكابتن سامي يعني ممكن كابتن سامي برضو بعد اتعلم منه الحاجات دي بصراحه يعني. ايه بقى يعني الاهل يعني بصراحه بعض يعني، هو بيقعد يتكلم معايا اهم حاجه دول، حتى لما ببقى متضايق ولا زعلان ولا حاجه بروح اتكلم معاه، بروح اتكلم مع ابوك وامك، اقعد اعمل اللي انت عاوزه في البيت يعني. يمكن بتعلم منه حاجات كتير قوي في النواحي ديت يعني، قال لي يعني طول العمر كده تفضل مع ابوك وامك وليك صله يعني، صله الرحم دي يعني حاجه كبيره جدا. اهلك الشريف برضو ودورهم ما بتضحك عليا رايح بتضحك على ايه؟ هو مركز معاه في كل كلمه. لا لا انت مركز ايه ده بقى؟ طب النبي ده كلام يا جماعه. طب يا جماعه يا ابني على الهوا قولوا لنا ايه اللي بيحصل؟ بس ماشي يعني ايه دي؟ طولني يلا يا عم كده قول يا سيدي بتقول ايه؟ لا ما حدش هيسمع، ما حدش بيتفرج علينا حاجه منه حاجه منه، ما حدش بيتفرج علينا الا جد. ايوه ما هو طبعا ملايين هو بيتريق عليا في حاجه. علاقتك طبعا بابوك وامك طبعا تبقى مهمه جدا، لان هم دول اساس دول الاساس. يمكن انا ابويا تعب معايا جدا، ومن اكتر الناس اللي كانوا مؤمنين بيا ومؤمنين بقدراتي. يمكن انا وبابايا لفينا انديه كتير جدا واحنا صغيرين، و يعني عايز اقول لك ان اللي انا فيه ده كله بسبب ابويا وامي طبعا، دعواتهم وحبهم ليا وخوفهم عليا. فلا ربنا يخليهم لي طبعا، وبقول لهم على الهواء ربنا يخليكم ليا، وان شاء الله اشوفكم احسن حد في الدنيا ان شاء الله. ومراتك بقى دلوقتي ودورها، مش هقدر اسال السؤال ده الكهرباء يعني مراتي طبعا وشها خير عليا طبعا، من ساعه لما اتجوزنا الحمد لله الدنيا ماشيه معايا احسن واحسن. ربنا يخليها ليا ويخلي لنا شريف ان شاء الله، ويطلع كده لعيب كوره جامد كده ان شاء الله، يعديني ان شاء الله برضو ان شاء الله. يعني بس لسه بدري يعني، السنين بتجري يا كابتن. على رايك السنين بتجري. كهربا بقى عنده 27 سنه كهربا يعني تخيل كهربا كهربا من كام سنه كان عنده 20 بس. والله يا كابتن فعلا، والله فعلا الواحد كده الايام. سامي برضو مثلا انا كنت بلعب مع انا وسامي مصمم نلعب مع بعض ده والله. دلوقتي احنا شوف احنا الاثنين قاعدين كل واحد في حته وكل واحد بالذات فعلا يعني. في الكوره كابتن يمكن انت بتحس يعني مثلا احنا دلوقتي مثلا يعني السنه اللي فاتت حاسس ان السنه دي جريت بسرعه بس عشان انت عارف الاحداث كتير انت وكمان كل يومين ماتش يعني. يمكن انا ما اعرفش الايام ايه ولا يوم ايه، والله العظيم كله شبه بعضه ولا يعني كان ما عندناش اجازات كمان، ان الواحد مثلا يحس ان مثلا النهارده اجازه اعتقد النهارده وبكره واول يوم العيد هتتمرن. اول يوم العيد هنتمرن بالليل عشان تذبح بقى الصبح في مصر القديمة. انا جاي معايا عشان اقعد معايا في مصر القديمة. ان شاء الله. انا هو بيذبح في مصر القديمة. طب قول العنوان عشان الناس تيجي. ايه؟ قول العنوان. لا هم عارفين. بقول لك ايه، هتلاقي نور جاي لك دلوقتي. نور هتلاقي نور جاي لك على مصر القديمة. على مصر القديمة. انا قلت يا شريف احنا راجعين وكده يجي لي الصبح كده نقعد مع بعض كده على النصية مع اصحابنا كده شوية. والله لسه بتعمل كده لغاية دلوقتي. على طول. انا يمكن انا يعني يمكن كابتن الحمد لله يعني عندي كل 20 يوم كل 25 يوم بروح مصر دي مذبح واقعد مع اصحابي شويه امشي اقعد اشرب شاي بحليب كده على النص يعني. لا والله انا برضو كده انا برضو وشريف برضو على طول بيجي عليا ايام كده ببقى عايز انزل اشوف صحابي واهلي وكده. بس عنده واحد صاحبه اسمه ايه؟ مين؟ لقيت ابتدي ابعته لك. انا واحد الزمالك اللي الزمالكاوي ده؟ لا المنطقه عندك اللي مش عارف اسمه ايه كده. لا 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 مش هينفع اقول اسمه ده. لا 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 هو انت كل حاجه مش هينفع اقولها، امال ايه؟ لا لا لا
صعب صعب جدا اسمه صعب جدا اسمه صعب الا لو انتكرت واحد لا 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 خلاص ما تقولش لا لا مش هقول لا مش هينفع مش هينفع عارف كويس جدا يا كابتن سامي مش هينفع دلوقتي عارف الاسرار اللي بينهم دي كابتن سامي قريب مننا في كل حاجه والله كابتن يمكن كابتن سامي مش قاعد قريب مننا في اسرار حياتنا حاجات يعني يمكن ما فيش لعيب في الفريق ما بيحبوش بيحبوا حب يعني مش حب اللي هو كان مدرب يقعد معانا سنه سنتين كلمتين وخلاص حاجات بره الملعب كمان مش شرط في الملعب حاجات بره لا كل اسرار حياتنا بنتكلم فيها مثلا باخد رايه في حاجات كتير شريف برده نفس الحكايه قفشه لعيبه كتير قوي بيتكلموا مع كابتن سامي بس هو مشكله بقى كهربا ايه بقى مشكله كل شويه انا هخطب 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 كل اسبوع شهر 9 ان شاء الله شهر 9 كل اسبوع اقسم بالله شهر 9 كله بس اعمله تايمر تايمر واكتب عليه حاجه مشكله عارف يا كابتن كل شويه يقول لي اسم واحده انا واحده طيب يا فلانه ولا انا واحده هو شريف وقفشه وكانت سامي كده قريبين مني جدا فانا طول ما احنا طول ما عسكري فبعد على الموبايل كده فشريف يقعد جنبي فاقول له انا هخطب اخطب دي اقول اسمها ايه اقول له كذا بعدها الاسبوع اللي جاي الماتش اللي جاي ايه وراح لك كابتن سامي اقول لك خلاص انا قررت الخطوبه الاسبوع ده اخر موقف انا ما اخر موقف شاف بعض حلوه في المغرب قال لي خلاص انا هخطب من المغرب برضو بجد انت كده قفلت علينا هيحصل ايه انت كده بوظ الخطوبه بتاع شهر 9 انت كده بوظ كد كده احنا بص ايدك ده احنا عايزين نتجوز والكلام كل ده هزار يعني لا لا عادي هتتجوز يا كهربا بجد ولا كلامه خلاص والله يا كابتن ان شاء الله يمكن والله بفكر يعني كنت قاعد مع والدي ووالدتي يعني الحاجه يعني الحاجه لو دعت لك ان انت تتجوز هي عايزاني اكتب كتابي والله يعني عايزين الفتره الجايه فالواحد قاعد مع ماما وماما يعني عمال افكر بصراحه ولا يهمك يا نجم ولا يهمك مفيش مشكله ماليش جوازه عشان كداب مني هي مش ماشيه عشان كداب هي مش ماشيه مش ماشيه انا عارف خليني كده كده والله لا 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 شوف المجره دي حرام اتوترت طيب خلينا ناخد السوشيال ميديا واسئله نوسه بتقول انا كان نفسي حسين محمد يقول ابن النادي كهربا احنا في ظهرك لحد ما ترجع شريف المخيف استمر واصعد الى الامام ونحن خلفك وندعمك كابتن سامي محتاجين البطوله ال 11 كابتن اسلام انت اشكرك جدا عمرو رزين بيقول بالمناسبه كابتن محمود الخطيب شارك في العشر بطولات من 1982 1987 كلاعب و2001 كعضو مجلس اداره 5 و6 و8 و12 و13 كنائب رئيس 2020 و2021 كرئيس للنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب تاريخ طبعا بيبو الخطيب ده اسم كده مش كابتن يعني الف مليون مبروك كابتن سامي قمصان الخلوق شريف المخيف دي طلعت خلاص على طول برضه في المعسكر بنقول المخيف خلاص فعلا من امتى اول ما اتقالت بقالها مش كتير يعني 3 شهور بشهر مين ايمن لا كابتن مدحت شلبي اول حد كابتن مدحت اللي قالها اول حد وبعد كده مشيت خلاص لا ايمن كشف بيقول لافندي او الباش حاجه زي كده شريف افندي الحاجات دي يعني انت مبسوط بيها يعني شريف المخيف دي مبسوط بيها لا انا بالنسبه لي عادي يعني ان الناس عايزاه مفيش مشكله يعني بالنسبه لي انا مفيش اسم انت بتحبه لا عادي محمد شريف مفيش حاجه معينه يعني بس طبعا لما بيطلع لك لما بيطلع لك بيديله برضه دافع كويس بالظبط لما بيطلع لك اسم مثلا معين او الناس مثلا اختارت الاسم ده ليك فبتبقى حاجه كويسه يعني طبعا وبعدين انت ممكن الناس اصلا ما تقولش شريف دي بعد كده بقى خلاص المخيف فاهم حاجه كده بتعلم زي مثلا كهربا كهربا مثلا اسمه محمود كهربا طلعت خلاص بقى كهربا الناس كلها فاكره ان انت اسمك كهربا اه فعلا في ناس كتير فاكره اسم حقيقي هو اسمه محمود انت في البطاقه ما فيش كهربا خالص لا خالص ايوه انا عارف بس طلعت وانا عندي 10 سنين حتى لما كنت في الاهلي وانا عندي 10 سنين فطلعت بقى طلعت فهي كل حاجه بالظبط كهربا شايل الاهلي اصلا اما انا عارف كهربا اشمعنى كهربا طيب عشان لعبه عشان ايه عشان لعبه على طول بكهربا طيب خلينا ناخد برضو بقيه رفعت سيد يقول احلى مسا عليكم يا رجاله الاهلي وربنا انا بحبكم جدا واشكرك جدا ربنا يوفقكم يا رب بس حلم كل اهلاوي والجهاز الفني وبالاخص كابتن موسيماني كاس العالم للانديه خلي بالكم الطموح ابتدى يكبر ويروح في حته تانية عبد الله بيقول بسم الله نخش على ال11 وتحيه خاصه للكباتن اللي منورين القناه ملك افريقيا واحلى شريف المخيف واحلى كهربا
احلى سامي، مستنين منه كتير وواثقين في امكانياته، وتحيه للكاس. اشكرك جدا. دعاء احمد بتقول سلامي ليك يا كابتن والكابتن سامي ومحمد شريف وكهربا، والف مبروك لكابتن شريف على المولود. وهل بيعني من الشهره ولا الموضوع عادي؟ بيعاني من الشهره. بتعاني. الحمد لله على السلامه يا فهمي. يا فهمي الله يسلمك يا اسلام. الحمد لله على السلامه من المغرب، والحمد لله على السلامه في المكالمه. انا لسه هناك، سابوني ورجعوا هم. ايه ده؟ هم انتوا سبتوا حد يسيب فهمي ويرجع؟ كنت عايز اقعد معاك بس عندي ما عنديش وقت. يا نجم بيقول لك كهربا كان عايز يقعد معاك بس ما فيش وقت. كهربا ده حبيبي والله. حبيبي حبيبي. وابو الرجوله ولسه خسرته من شويه والله. حبيبي يا اخويا والله، ربنا يخليك. وببارك له هو وشريف وكابتن سامي. ربنا يخليك يا اسلام. والله يعني سنتين استثنائيين بجد يعني، وجيل رجاله ولسه عندهم كتير يعني، حتى ما عملوش كده وهم بيخلصوا. لو عملوا كده وهم لسه في بداياتهم يعني. مبدئيا الاول ببارك لكابتن سامي. سامعيني كويس؟ سامعينك سامعينك سامعينك. ببارك لكابتن سامي الاول طبعا، وكان حظي حلو لسه اتكلمنا شويه بعد الماتش. ربنا يخليك. اختم بكهربا بس. شريف ترى بحبه جدا، يمكن احنا ما تعاملناش مع بعض قبل كده بس انا بحبه جدا. ايوه. بدايه ما كنت بتابعه لما طلع حتى عار الانبي كنت بتابعه على طول، ولما رجع كان في انترفيو عامله قبل كده وقال كلمه عرفت ان الراجل ده من ثالث النادي الاهلي وراجل هيبقى ليه شأن كبير. قال لك الجنيه في الاهلي الاهلي ب 10 مره. دي كلمه مش ناسيها لحد دلوقتي. دي تبين شخصيه لعيب كبير مكمل وشخصيه النادي الاهلي. هو شايف نفسه دلوقتي حب الجمهور ليه وتقديرهم ليه، وانا واحد منهم واولهم ومن اوائل مشجعيني وجمهوره. وبشكره على اللي عمله الفتره اللي فاتت، وبشكره على الموسم ده بشكل خاص يعني. كهربا ده بقى اخويا الصغير، هو عارف يعني والله. طبعا اخويا الصغير وابو الرجوله كلها والله فعلا يعني. في ناس ساعات بتاخد انطباع عن كهربا انه بيهزر وبيهزر كتير وبيحب الهزار وبيحب الضحك وبيحب. كهربا من اجدع الناس اللي ممكن تتعامل معاها اسلام. اتغير اتغير يا فهمي اكتر والله فعلا. وبقول لكم يعني كهربا كمان لسه عنده اسلام ثلاث اربع اضعاف اللي هو مطلعه معانا. لسه في كتير ولسه لازم يشتغل على نفسه كتير. بس انا بقول لجمهور النادي الاهلي كهربا باع الدنيا كلها عشان يكون معانا، فده لازم نشكره له ولازم نشجعه دايما ان يكون احسن. وانا شايف ان الفتره دي كهربا مركز كويس وقافل على نفسه كويس. انا بتكلم يعني بشكل خاص وبشكل شخصي، لان احنا يعني بنتواصل كل فين وفين انا وهو برضه. بشكركم كلكم بشكل عام يعني. وانا لسه في المغرب، سبتوني ورجعت كلكم. بتعمل ايه في المغرب يا فهد؟ اسلام انا الصوت بيقطع عندي قوي. بقول لك بتعمل ايه في المغرب؟ ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه في المغرب؟ خلاص الماتش خلص ولا عندك افتتاح فيلم هناك ولا ايه؟ ما هو انت عارف بقى يعني، هو الموضوع كان طياره خاصه. فانا ماليش علاقه. انا قاعد انا وهنا دكتور محمد شوقي. وعادل محمد شوقي برضو. راجل محترم جدا بصراحه، انا مستمتع بالقعده معاه يعني. ومستنيين ان شاء الله بقى اول طياره هنرجع على مصر باذن الله يعني. كنت قلقان امبارح في الماتش وانت بتتفرج ولا كنت متاكد ان احنا هنكسب؟ انا كنت واثق ان شاء الله ان احنا هنكسب، بس برضو الفرقه دي نتائجها غريبه بقى يا اسلام. يعني الفرقه دي وصولها للفاينل نتائجها غريبه. ماتش سيمبا 3-0 في 4-0. ايوه فرقه غريبه ما تفهمهاش حاجه. ماتش الوداد يخرجوا الوداد في المغرب هنا 1-0 وهناك يتعادلوا 0-0. ايوه فانت الحاجات دي خليك تقلق برضه، خلي بالك يعني. يعني مش وبتلعب فاينل ايا كان انت بتلعب مين وبتلعب فاينل، ده انت كده كده قلقان. لكن زي ما انا بقول لك في الاول الجيل ده بجد مش ان هم قاعدين يعني. الجيل ده هي ممكن عندهم فرصه ان هم يعملوا حاجه ما اتعملتش قبل كده. الجيل الذهبي نفسه بتاعكم انتوا اسلام، انا يعني احنا كلنا كاهلاويه نتمنى ان كل ارقامكم تتكسر يعني ونعمل ارقام اكبر. وانا بقول لهم ان هم عندهم فرصه كبيره لان هم كمان اعمارهم صغيره كلها. ايوه مظبوط. يعني انت بتتكلم كلهم صغيرين فعلا. بس رجاله وكان عليهم ضغوطات كبيره جدا الفتره اللي فاتت. والمجلس برضه بصراحه انا بشكرهم بكاد كابتن يعني، لان ده اكتر مجلس في تاريخ النادي الاهلي اتعرض لضغوطات حقيقي. ايوه مظبوط. ان انت توصل السنه اللي فاتت العلامه كامله. والسنه دي برضو يا مسهل انت بادئ بافريقيا، وان شاء الله الدوري باذن الله نرجع نركز فيه.
هتبقى حاجه حلوه باذن الله السنه دي يعني. يا رب ان شاء الله. مبروك على المولود كمان حبيبي يا فنان. الله يخليك، الله يبارك فيك. طبعا فهمي بشكرك طبعا على الكلام الجميل اللي انت قلته دوت. يمكن انت اللي من اجدع واحسن شخصيات الواحد بيتعامل معاها، ودايما وشك حلو علينا، يمكن على طول طبعا معانا في كل الماتشات وبنتفائل بيك جدا، وخليك معانا على طول في كل الماتشات. والف مليون مبروك طبعا على الفيلم، يعني مكسر الدنيا يعني بصراحه. حبيبي تسلم، ومستنيكوا بقى تخشوا الفيلم تقول لي رايكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا. فهمي دايما معانا في كل حاجه بجد. وبعدين من الناس اللي تكلمهم تقول له يا فهمي لو سمحت، يقول لك انا معاك بجد والله، من غير اي حاجه ومن غير اي طلب ومن غير اي حاجه خالص، يقول لك انا معاك، انا يا ابني انا اهلاوي. لا هو هو وكريم اخوه بصراحه شخصيات لو طلبت منهم اي حاجه على طول بينفذوها بصراحه يعني. لا ما انا بقول لك حتى جدا. احنا حتى اعلاميا يعني برضو انت بتتكلم مع راجل نجم كبير، نجم كبير صفوه يعني طبعًا في طبعًا كنجم كبير بتيجي تتكلم معاه يقول لك يلا معاك تعالى. بس شوف كلامه اسلام، تحس ان واحد من النادي واحد من المنظومه كلها يعني. كلامه كمان كنجم عامل كواحد محب للنادي ومشجعين النادي، عارف تاريخ النادي كويس، مركز في كل التصريحات اللي بتطلع من اللعيبه. فطبعا بنشكره طبعا على دعمه ده، وبنتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تحياتي لك يا كابتن اسلام، ده نادر زينهم. الف مبروك على 10. وتحياتي للكابتن الكبار اللي منورين كلهم كلها، الخلوق سامي قمصان والمخيف شريف والفولت العالي كهربا. ومستنيين منكم الكتير يا كباتن، وبالتوفيق الدوري وبعد كده ال11 ماشي. محمد حمد بيقول عايزين كلمه لوليد وسعد نشكرهم بيها عشان دورهم اللي ما حدش شايفه، ولو ممكن يعملوا مداخله يا كابتن اسلام. بمناسبه وليد وسعد ان شاء الله هيكونوا معايا على الهواء مباشره بكره، النجم الكبير كابتن وليد سليمان والنجم الكبير كابتن سعد سمير. ان شاء الله تبقى حلقه جميله جدا بس لانهم كباتن النادي الاهلي. واتفضل. بس انا قلت لك في البدايه يعني ان طبعا اول ما اتكلمت عليهم ناس من اللي الناس كتيره جدا مش مقدره دورهم، لكن كلنا لا حتى بالعكس الراجل والله في ناس بالعكس زي ما انت شايف حتى الراجل يعني الراجل بجد يعني بالنسبه له الاثنين دول لعيبه كبار جدا، بيساعدوه جدا في اوضه اللبس، بيساعدوه جدا في كلامهم مع اللعيبه. تشوف فرحتهم الاثنين وهم ما كانوش موجودين امبارح في السكور معانا، لكن كانوا من ما شاء الله من اكتر الناس فرحانين عشان عارفين قيمه النادي الاهلي قد ايه، وهم امتداد طبعا لجيلكم. ان شاء الله الحاجات دي يبتدوا يورثوهم بقى للعيبه اللي جايه الفتره اللي جايه. فدورهم كبير جدا، مش بره الملعب بس، بالعكس دورهم مؤثر جدا في الملعب. وليد من الناس المؤثره جدا جدا لما كل الفترات اللي بيلعب فيها، لعيب كبير جدا مؤثر. سعد برده بعد فترات كبيره جدا من اصابه رجوعه كان مؤثر جدا في الفترات اللي هو موجود فيها فنيا. فان شاء الله مستنينهم ان شاء الله الفتره اللي جايه بقى في الملعب اكتر واكتر ان شاء الله. محمد دولي بيقول كابتن اسلام صباح الفل، دي رساله خاصه لملوك افريقيا، عايزين كاس العالم. موضوع كاس العالم ده هيبقى صعب، هينتشر الفتره الجايه يعني. ما اصل خلي بالك انت اتفضل يا كابتن، هو ده حاجه كويسه لما انت بتبقى بتفكر في حاجه او بالظبط حاجه هي ما حصلتش في النادي، فانت بتبقى عايز تعملها، فليه لا فعلا. يمكن احنا في البطولة الأخيرة دي كنا ماشيين كويس جدا، يمكن البايرن لو كان قابلنا في النهاية كانت ممكن الظروف تبقى مختلفة شوية، توصل النهاية دي برضو حاجة كويسة. إن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله نقدر اللي احنا نوصل نهائي، وماتش النهائي ده لا بتاع ربنا بالظبط. حتى لو بتلعب فرقة كبيرة ما يعني. شريف بمناسبة الكلام اللي كان بيقوله فهمي عن الجيل الأجيال السابقة، يعني لما بتشوف نفسك دلوقتي وناس بتشبهك بعماد متعب واساطير كبيره جدا، بتبقى مبسوط ولا انت عايز تبقى شريف شريف محمد شريف بس؟ لا لما طبعا بتشبه بكابتن عماد متعب بيبقى حاجه كويسه وشرف ليا طبعا ان انا اتشبه بكابتن عماد متعب. بتمنى ان انا ابقى نصه مش زيه. الواحد لسه ما عملش حاجه زي ما قلت لك كابتن اسلام، بتمرن بشتغل بعمل عليا. يمكن انا لسه اول موسم ليا في النادي، هتقارن بيه او هتقارن يعني هبقى اعديه او زيه. لما تعمل 5 6 7 سنين زي ما هو ما عمل
شرف بالظبط. الاستمراريه مهمه جدا يا كابتن. ان شاء الله ابقى عند حسن ظن الناس وابقى زي كابتن عماد ان شاء الله. بعلاقتك ايه بمروان وبواليا وباجاي الناس اللي بتلعب في المركز اللي انت بتلعب فيه؟ لانه برضو في فتره من الفترات وكويس ان احنا بنحتفل وانتم معانا فنسال كل الاسئله اللي الناس بتتكلم فيها. كان في فتره من الفترات اتقال ان كذا وكذا. علاقتك ايه بمروان وبواليا وبقيه المجموعه بس رؤوس حربه تحديدا يعني. يمكن الجيل اللي موجود في النادي دلوقتي كل اللعيبه اللي موجوده فيه لعيبه محترمه ولعيبه كويسه جدا ونضاف جدا من جوه. فمروان على المستوى الشخصي اصلا من عندنا من مصر القديمه برده، فانا مروان بحبه جدا. بالظبط. وبواليا كابتن سامي، يمكن كابتن سامي حكى لي موقف لبواليا، بيقول لي راح يعني بواليا كلم كابتن سامي في مره بيقول له انا مبسوط جدا ان شريف بدا يلعب بدماغه. فدي حاجه تبسطك ان هو بيتكلم عليك من وراك مع كابتن سامي اللي هو مبسوط لي يعني، فاهم؟ مش بيجي مثلا يقول لك انا مبسوط لك في وشك وهو ممكن من وراك لا. فدي حاجه برده بسطتني. يمكن هو بواليا ممكن ما اعرفش الكلام ده، كابتن سامي جه قال لي الواد ده نظيف ولعب وكويس وحكى لي كذا 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 كذا. فده بيبين لك يا كابتن ان اللعيبه اللي موجوده في النادي قد ايه هي لعيبه بتحب بعضها ومحترمين جدا. ويمكن ده ممكن يا كابتن ممكن ده سر اللي الفوز بالظبط، الفوز بالبطولات اللي انت الدنيا سالكه والنوايا خير للكل يعني. سامي الموضوع ده مهم جدا يعني. بواليا ناس كتيره جدا بتتكلم عن بواليا ان هو وحش، ان هو ما بينزل ما بيلعبش كويس وكذا ايه رايك في الموضوع ده؟ انا رايي يعني ان اي لعيب بيجي نادي الاهلي او بيلبس تيشيرت النادي الاهلي هو لعيب مميز يعني. الظروف بتساعده وهو بيساعد نفسه، اللي هو يحط نفسه في الفرقه دي بتاعته. ممكن يكون هو وجوده في النادي الفتره دي في ساعات لعيبه ما بتستحملش الضغوط ديت على طول يعني. تبقى محتاجه وقت شويه، تبقى محتاجه مثلا دعم شويه، لكن هو عنده لعيب مميز، عنده مميزات. لما اتفرجنا عليه كنا مقتنعين جدا بقدراته وامكانياته، ولحد دلوقتي يمكن قبله سوء توفيق شويه في الاول، لكن لازم انت كجهاز وكمنظومه نفسها يعني اللي انت تدعم اللعيب ده، لان طالما انت واثق ان هو لعيب كويس لازم تدعمه. زي لعيبه كتيره جدا مثلا فلابيو مثلا تقريبا سنه جاب جون بظهره. لكن انا عاوز مش عايز اقول يعني كره عمد لحد ماتش محله في ظهره ودخل جون في ماتش محله يعني. لكن انا عاوز اقول ان الموقف اللي شريف اتكلم عليه دوت بتاع ان العلاقه نفسها بتاعه اللعيبه، ودي نقطه مهمه جدا يعني، ان انت لما تخش منظومه يا كابتن اسلام فيها حاجات كويسه انت صعب جدا تبقى بره المنظومه دي. انك انت هتلاقي نفسك طبيعي اللي انت هتبقى هتخرج براها يعني. فاللعيبه بتخش لازم اهم حاجه بالنسبه لنا او بالنسبه لها اللي انت ازاي تكسب. المكسب بقى الفتره دي ممكن يكون موجود مع شريف، ممكن يكون موجود مع كهربا، ممكن يكون موجود مع وليد، ممكن يكون موجود مع بواليا، موجود مع مروان. مفيش مشكله بالنسبه لنا احنا، مفيش مشكله مين اللي بيكسبنا، لان في الاخر هو النادي الاهلي اللي بيكسب يعني. فمن الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها لما بدانا نشتغل مع شريف الحاجات الفرديه ديت، هو كان بيجي ساعات يشتغل معانا بيقول لي انا مبسوط ان شريف الحته دي انت بواليا يعني. فكان دوري اللي انا اقول له برضو لشريف يعني ديت، عشان موقف زي ده موقف زي دوت، لان اولا هيعمل منافسه كويسه، هيعمل روح كويسه بين اللعيبه لما الاقي انا اللعيب اللي بينافسني هو عاوز يساعدني ان انا احسن الحاجات اللي ناقصه، فدي حاجه كويسه جدا يعني. مروان نفس القصه، مروان اوقات كتيره جدا بيبقى اكتر داعم لشريف، اكتر داعم لمروان، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي. ان الناس ما تعرفوش ان في تفاصيل كتيره جدا صغيره الناس بتشوفها صغيره في النادي الاهلي، لكن هي دي اللي بتجيب التوفيق. ايوه انا ممكن ابقى قاعد وانا اتمنى لزميلي اللي هو ما يبقاش كويس، ما اكيد ربنا هيردها لك. بالظبط، ان ربنا هو اللي مطلع على القلوب. انا ما اعرفش انت كلامك عني ايه، انما ربنا هو عالم القلوب، هو اللي عارف ان انا هدي لك اللي انت بتتمناه للناس. فعشان ده دي من الحاجات اللي سر من الاسرار الخطيره جدا اللي موجوده في النادي الاهلي، اللي موجود في النادي الاهلي كله بيحب الخير لبعض. مين بقى؟ اي حد، مش فارقه. لا مش فارقه. كهرباء الطموح، طموح دي كلمه مهمه جدا لا والله انا مش عارف كل ما اقول طموح بس والله الطموح ده انا طموح بالظبط لا الطموح طموح انا هسالك دلوقتي، خلينا اكمل السؤال خلينا اكمل السؤال. طموح كلمه كبيره جدا وليها مفردات كثيره جدا. طموحك انت ايه الفتره اللي جايه؟ لانه تدخل يعني خدت افريقيا مرتين في 8 شهور، خدت دوري، خدت كاس، خدت سوبر افريقي، خدت سوبر مصري. الناس تقول لك ايه؟ طب هتعمل ايه بقى الفتره اللي جايه؟ ثالث عالم.
لا يمكن انا طموحي يمكن دايما بقعد افكر فيها بنفسي اخد كاس عالم الانديه بصراحه مع النادي الاهلي. كاس عالم الانديه ممكن ونفسي انا اقضي 10 سنين في النادي الاهلي، يعني ابطل كوره عن 37 وانا في النادي الاهلي. ال 10 سنين والله يمكن ده من حلم، يعني من احلامي بصراحه. يمكن الواحد نفسه يعمل حاجات كتير جدا، يمكن انا لسه اصلا ما عملتش اي حاجه خالص يعني في النادي، كان بقالي سنه ونص بس، يعني على قد ما شاركت على قد ما يعني بنفذ اللي بيطلب مني منك. بس انا لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ما طلعتش حاجات كتير قوي عندي، وان شاء الله الفتره الجايه على فكره الكل مقتنع بكده، يعني ان شاء كل الله كل مصر مقتنعه بكده، ان انت لغايه دلوقتي ما طلعتش غير 50% حجم لك 50% من مستوى كهربا اللي احنا عارفينه واللي جمهور الاهلي عايزه، وده الكلام اللي بيتقال على كل والله. يمكن انا بشكر الجمهور كله طبعا، يعني يمكن كلهم بيدعموني يعني من اول لحظه لحد دلوقتي، كلهم في ظهري، يمكن بشكرهم جدا. انا يعني انا نفسي العب يعني ماتش في 2 في 3، بس هرجع ان شاء الله ارجع مستوى احسن باذن الله طبعا، يعني لكن يعني بتمرن كويس، يمكن يعني زي ما بقول لحضرتك طموحي ان انا افضل 10 سنين في النادي الاهلي واجيب بطولات واعمل بطولات مع النادي الاهلي، حتى لو هقعد احتياطي بس الواحد يكون موجود في النادي الاهلي. علاقتك ايه بطاهر، بحسين الشحات، باجاييه، بوليد سليمان، بمجموعه اللي بتلعب في الجناح؟ لا لا اخواتي دول طبعا يعني يعني مش فارق معاك مين يلعب مين ما يلعبش. لا طبعا كانت يمكن اكتر واحد في الفريق بقعد اتكلم مع طاهر. والله يمكن كذا قبل كل ماتش يعني دايما بقعد اقول له يمكن انت في المركز ده انت ما شاء الله هو رجليه قويه، فدايما انا بقول له انت اي كوره معاك انت روح وخش لجو وحط على طول، يعني بالجهة. جرب مره واثنين وثلاثه وجاب جون كده في سان داون صح. فيمكن انا بقعد اتكلم معاه، يمكن هو يمكن اخويا الصغير ويمكن اعرفه من قبل ما يجي النادي يعني، واللعيبه طبعا كلها يعني حسين طبعا قريب مني جدا ووليد طبعا واجاي طبعا جاي ملوش حل. خالد عايز لحمه. عايز ايه؟ عايز لحمه فعلا. انا كنت سايبها اللي اذبحه وبعتولي لحمه وقعد لوحده قاعد مع مراته جاي فرحان بالله لازم نجيبه جاي فرحان بالله عسل فرحان بالله. طيب خلينا برضو ناخد بعض التعليقات اللي جايه لحضراتكم. ممكن اسلام الشاطر يشوف التويته بتاعتي ده اسامه اديني شفتها. محمد شريف الجولدن بوي كهربا استمر انت احسن من ناس كتير. كابتن سامي شابوه على مجهودك مع الفريق كابتن اشكرك جدا. محمد بيقول كابتن اسلام تحياتي لحضرتك والكباتن الكبار كابتن سامي وشريف وشريف الافندي ولكهربا. هو يمكن شريف الافندي دي ولكهربا ومستنين منكم كاس العالم ان شاء الله والسوبر الافريقي. يا ريت يا كابتن شريف يقول لنا مين هو مثلك الاعلى برا مصر. كريستيانو برا مصر. كريستيانو جوه حاليا زي ما انت عايز ما مش يعني متعب. انت اللي بتقول كابتن متعب وكابتن ابو تريكه وكابتن خطيب. كابتن خطيب طيب ثلاثة دول. يوسف وليد بيقول مساء الخير على ملوك افريقيا وعليك يا كابتن اسلام عقبال الكاس العالم والف مبروك لكابتن محمد شريف بابنه شريف. شريف محمد شريف بقى مشهور قوي. بحب كريستيانو عامه ما لهاش علاقه. انا كابتن في حاجات بتحصل هنا. بتقول ايه بتقول كده تاني. شريف محمد شريف بقى مشهور قوي. ابنه علي فوزي بيقول كهربا موهوب جدا ولسه عنده كتير وشريف لاعب متفوق على نفسه ونصيحتي ليك طالما بقيت نجم في الاهلي يبقى لازم تسد ودانك. مش هقول لك عن الكلام السلبي ولكن الايجابي المبالغ فيه واللي بيغلق اللي بيخلق غرور. يعني من الاخر خد منه التليفون يا كابتن اسلام عشان يركز. حاضر. لا التليفون ما يقدرش يسيب. ما تقدرش تسيب التليفون. انا ولا هو انت بنقول على مين. كهربا موهوب ولسه عنده كتير وشريف لاعب. هو بيتكلم عليكم انتوا الاثنين يعني. التليفون فين. التليفون فين. التليفون صحيح مش معايا. مفيش تليفون. فين التليفون. مفيش حاجه. مفيش تليفون. هو يقصد التركيز. لا تركيز يعني هو يقصد التركيز. الانستجرام والكلام ده اكيد يعني اكيد يقصد الانستجرام بالظبط. النقطه دي برضه يا كابتن اسلام ناس كتيره يعني بتركز فيها جدا يعني، لكن خلينا نتفق ان ده بقى خلاص اسلوب حياه يعني. فمش شرط اللي انت مثلا في اوقات فرحك لما بتنزل حاجات وبتحب الناس تشاركك في الفرحه ديت يعني ان انت يبقى انت كده راجل مش مركز يعني، او في اوقات برضو مثلا ما يبقى في عدم توفيق اللي انت لا ده خلاص ده اسلوب حياه موجود يعني. بتشارك الناس معاك. بتشارك الناس في كل اوقاتك في الحاجات اللي بتبسطك الحاجات اللي بتزعلك. ايوه. فالناس في ساعات الفرحه الناس بتقعد تقول بتبقى مبسوطه بالحاجات دي مبسوطه بالصور وبالفيديوهات. لما لا قدر الله الحاجات التانيه يقول لك ايه اصل انت مش مركز. لا بالعكس طالما طالما تقبلت الحاجه ديت الايجابيه
في الإجابة. لازم برضو نفس القصة لأن دلوقتي مين دلوقتي يقدر يستغنى عن فيسبوك أو الانستجرام أو تويتر أو اللي أنت تشوف أخبار؟ ما تقدرش خلاص لأن ده بقى خلاص أسلوب حياة. أسلوب حياة. التليفون في إيدك يعني كلنا مش كلنا التليفونات في إيدك. ده الأطفال. أنت يا كابتن قبل الماتش حتى ولادك قبل الماتش الأخير ده لقيت حد بعت لك يا كابتن سامع على الفيسبوك قبل الماتش بأسبوع يا كابتن ايه في الفيس عندنا ماتش مهم. والله يا كابتن اسبوع على الماتش. خلي بالك الجمهور من كتر ما هو بيحبكم والجمهور من كتر ما هو بس لسه تكسب. بدري قوي على الماتش يعني احنا يعني لسه بدري والله يا كابتن قبل يعني قبل ماتش المقصه كان متخيل عندنا ماتش مهم في افريقيا يعني هو بيفكر في نهائي افريقيا كان قبل الماتش كان لكن انت ما عندكش مشكله في التواصل على مواقع التواصل ما زي ما كابتن قال لك ده اسلوب حياه الناس كلها العالم كله مش مصر بس طبعا بنبقى اخبار كل حاجه على النت يا كابتن دلوقتي كل حاجه بتستفيد من النت ازاي يعني ولا هو الطريقه اللي احنا يعني انا واحد من الناس مثلا كل حاجه لازم تبقى شايفها وعارفها عشان شغلك عشان شغلك انت بتستفيد من السوشيال ميديا ازاي من التواصل الاجتماعي مع الناس ازاي هو بيبقى فيه حاجات مثلا زي التمرين عندنا بقى فيه زي صور تذكاريه بتفتكرها بعدين مش شرط دلوقتي حاجات بتحتفظ بيها حاجات انت بتنزلها عندك بتفتكرها لما تيجي تعد عليك سنين كتير بتشوف اخبار بتشوف ناس مثلا بتشجعك ناس بتشجعك ناس بتحبك ناس بتبقى عايزه تتواصل معاك مثلا من بره مصر قرايبك مش موجودين في مصر بتتواصل معاهم عن طريق النت فهي ليها عوامل كتير يعني مش شرط يعني بس هي ساعات يعني على قد ما هي بتنفع ساعات بتضر يعني في ناس بتستخدم النت بطريقه خاطئه يعني امتى بتضر يا كهرباء سوشيال ميديا ماليش في السوشيال ميديا انت هتقول انت اكتر واحد في مصر ملوش في السوشيال ميديا امتى بتضر السوشيال ميديا امتى بتضر بتضرك انت حتى تحديد. يعني لا يمكن الاخبار اللي الاخبار مثلا اللي بتقعد ممكن تقعد تقرا اخبار مثلا عنك حد بيتكلم عليك انت نايم مثلا والله يمكن انت نايم اصلا حد بيكتب عليك مثلا اخبار مش وانت نايم في البيت اخبار مش صح بالمناسبه ده حصل معاك انت تحديدا حصل معايا انا يا كابتن وانت يعني ساعه خناقه الشناوي اصلا يا كابتن اليوم ده ما اتمرنش معانا ما اتمرنش معانا انا فجاه سامي لقيت ايه مصر كلها بتكلمني بتقول لي يا كابتن وما ينفعش سامي قلت لهم سامي مين ما ينفعش شريف قلت لهم شريف مين وشناوي مين يا جماعه اللي انا عارفه يعني ما احنا الاخبار مش ده مفيش حاجه فانا عارف ان الشناوي اساسا ما نزلش التمرين وبعدين لا ما هو على فكره ما هو برضو لازم الناس تبقى فاهمه ان ده طبيعي جدا ان اتنين لعيبه يشدوا مع بعض ده تمرين عادي ده تمرين ووارد انا ممكن اخش على انا بلعب باك رايت وجاي رقصني دخلت عليه اتنرفزنا على بعض هو بيلعب وانا ما بلعبش فانا اتنرفزت عليه عادي بتحصل يعني الاوضه عادي كان بتخش ولا مفيش اي حاجه بتخش الاوضه بالظبط كده يعني بتاخد بص برضو يا كابتن سام خلينا نتفق ان في اوقات كتيره لما يكون النادي ماشي باستقرار كويس او بيحقق بطولات كويسه لازم تلاقي ناس بتحاول تعمل مشاكل في الفرقه او تحاول تعمل حاجات سلبيه في الفرقه فدور الناس اللي عشان كده انا اتكلمت مع حضرتك في البدايه ان دور الناس او المنظومه الاعلاميه اللي الموجوده في النادي او بتقدر تدافع عن الناس عن النادي وتقدر تدافع عن اللعيبه دورها مهم جدا في الموضوع لله. اللي انت توضح للناس لان الناس دايما بتحب تسمع الحاجات يعني خلينا نقول ان ساعات انت مثلا لما بتيجي تتكلم ان شريف وكهربا اصحابه بيتعشوا مع بعض وبيخرجوا مع بعض الناس عادي ده خبر عادي انما لما تيجي تقول مثلا اتخانقوا مع بعض كل الناس هتبقى منتبهه قوي طب ايه اللي حصل طب اتخانقوا مع بعض ليه فدايما احنا عاوزين وده دورك طبعا وانت بتعمله على اكمل وجه والمنظومه كلها الاعلاميه بتعمله على اكمل وجه اللي الناس جمهور النادي الاهلي يعرف ان زي ما انت وحضرتك قلت ان وارد جدا يكون في مشاكل او في مثلا حاجات بتحصل كده بسيطه لكن ما تتكبرش لا يعني مثلا الناس دايما تقول لك ايه قناه الاهلي مثلا تقول لك مثلا انتوا ليه ما اعلنتوش عن صفقه كهربا مثلا يعني مثلا فاقول لهم يا جماعه ما هو انا راجل دلوقتي انا لو قلت ان كهربا جه النادي يبقى خلاص جه النادي ما هو انت صح ولا مش صح ما قلتش فانا ما ينفعش اطلع اقول اصل في تكهنات اصل في مش انا زي بقيه يعني انت فاهم زي بقيه البرامج انا بزعل قوي من بجد يعني من الكلام ده لبعض الناس اللي بيقعدوا يطلعوا في البرامج يعني بيقعدوا يتكلموا على الناس يعني انا نفسي افهم هم يستفادوا ايه والله انا بتكلم بجد يعني لما تيجي تتكلم شغلهم. في الخير شغلهم لا مش برافو عليك ماشي بس شغلهم هو طريقتهم تخليهم عشان الناس تتفرج عليهم بس يا كابتن يعني في ناس بتطلع يا كابتن يعني طب ما انت الحاجات دي ممكن تترد لك يعني ليه تقعد تتكلم مثلا على النت اصلا ما فيش عيب يعني مثلا تقول على شريف مثلا اصل مش عارف عمل ايه وعمل ايه وهو ما عملش حاجه
كل ده عشان مثلا ترند يعني. ما انا عارف طبعا انا عارف ان ده شغلهم وعشان خاطر يقعدوا يشتغلوا. بقول لك يوم شريف بص لمصلحته يوم شريف والشناوي. انا ما هو انا عارف يا جماعه مين اللي نزل التمرين ومين ما نزلش التمرين. فكل ما حد يكلمني اقول له الشناوي مين يا ابني وشريف. انا يا كابتن ابويا بيتصل بيا بيقول لي انت ايه اللي حصل انت والشناوي مالكم؟ هو ممكن يعني طبعا فكر ان احنا شدينا بس كده مش اللي هو اتخانقنا لان هم منزلين يا كابتن اللي احنا اتخانقنا جامد ده خناقه وضرب وقصه. قلت له الشناوي ده شناوي اصلا ما نزلش النهارده التمرين. قال لي بجد؟ قال لي امال ايه ده؟ قلت له والله ما عارف. هتلاقي حد زي ما الكابتن سامي بيقول كده حد شايف ان الدنيا ماشيه بشكل كويس مين الاثنين اللي ممكن يعملوا قصه شريف والشناوي دخلوا في بعض عملوا اتكلموا. والحقيقه برضو وده مهم كهربا دور الشناوي واضح جدا مع الفريق بالكامل طبعا. يعني دور الشناوي يعني الناس مسكت في موضوع اضغط يا ايمن اضغط يا ايمن وبقى ترند مصر كلها تتكلم عنه. لا الشناوي يمكن الشخصيات الجميلة جدا والواحد يحب يتعامل معاها يعني ويعني دوره كبير جدا معانا كابتن فريق شخصية محترمة جدا ويمكن بشكره طبعا على دوره الفترة اللي فاتت دي معانا كلنا يعني بصراحة يعني دوره مؤثر معانا جدا يمكن شايلنا على طول يعني في الملعب بره الملعب بره الملعب بصراحة يعني هو عسل. هو الشناوي محاضرات لما يتكلم معانا بيعمل ايه بقى بيقول ايه؟ اشرح لنا لا لا عسل لا حد زعلان من حد هيزعل مني هيزعل هو دلوقتي في اليابان مش هيعرف. لا هو شخصية جميلة جدا والله. لا هو سعد اللي يقدر بكره حد زعلان من حد ان شاء الله. سعد هيقول لك سعد ووليد هيقول لك ايه بقى؟ هيقول هيقول لك ايه دوره يعني بيتكلم زي اللعيبه ازاي بيتكلم مع اللعيبه ازاي. هو دوره لا دوره كبير جدا يعني بيزعق يعني وكده ولا لا 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 عايز انا عايز يعني الشناوي هادي جدا هو بس في الملعب بس بقى لما بيلاقي في خطر وكده فبيقعد يزعق اللعيب لكن في الاوضه معانا هادي جدا ولا حد زعلان بيروح له يقعد يهزر معايا بصراحه يعني. لا والله والله هادي جدا جوه الاوضه يقعد يهزر مع ده. مين تاني كهربا من اللعيبه اللي يعني بيبقى زي الشناوي كده بيقعد يتكلم معاكوا دايما ويخش معاه ويعملوا كذا ونعمل كذا؟ وليد وسعد وليد وسعد دايما بيعملوا دور كبير كبير جدا فرقه بجد والله. بيتكلموا كويس جدا بيتكلموا عن اللعيبه كويس جدا في المحاضرات بيديهم دفعه كويسه بيتكلموهم على الجيل اللي هم لعبوا معاهم جيل كويس اسلام وجيل ابو تريكه والجمعه وازاي كانوا بيتعاملوا ازاي مهم اللعيبه الصغيره تحترم اللعيبه الكبيره. لا بيعملوا دور كويس جدا بيساعدونا بشكل كبير جدا والراجل بيحترمهم جدا وبيقدرهم جدا يعني على الدور دوت يعني. علاقتكم ايه بقى مع بيتسو موسيماني كلاعبين شريف؟ هوبا لا الراجل انت في الاول ما كنتش بتحبه. انا كنت حاسس ان هو انا بحب انا ما بكرهش حد يا كابتن والله. كنت حاسس ان هو ما بيحبكش اصل اي واحد ما بيلعبش ده بنقول كده. لا انا يعني لما جيت يعني انا لما جيت من انبي على طول لعبت يمكن انا قعدت الفتره اللي هي ولتر جه فيها فالراجل اللي لعبه فانا كنت متضايق جدا بقى بالظبط بس لكن الراجل يعني بصراحه بيعاملني كويس ومفيش مشكله معاه وبيتكلم معاه دايما وانا وقفشه كمان بيفضل يهزر معانا ويقول لنا في كلمه كده بيفضل يقولها لنا كده هوبا. ايه هوبا يعني؟ هو هوبا عادي كلمه بيقول كلمه هوبا دي مالهاش. لا والتانيه شريف بقول لك ايه لا هو قفشه دايما لما بيجي نادي عليا يقول لي شريف بقول لك ايه شريف بقول لك فهو الراجل خد باله منها ففي مره بيقول لي يعني ايه فبيقول لي قال له قفشه بقول لك ايه قفشه بقول لك ايه لطيف. اسلام عاوز اتكلم على النقطه بتاع شريف برضو لان في ناس كتيره برضو اتكلموا عليها يعني بالنسبه لشريف يعني ان شريف بدا كويس وبقى يسجل اهداف وبعد كده جبنا بوليا لعب شويه وبعد كده شريف كمل تاني كانت وجهه نظر الراجل ايه او وجهه نظرنا ايه في الفرقه يعني انت مهم جدا انت بتلعب يا كابتن اسلام حوالي بتوصل دلوقتي في السنه حوالي حاجه و50 مباراه يعني بين دوري 60 تقريبا يعني فلازم يكون عندك حلول كتيره خصوصا في النواحي الهجوميه طبعا فمش هتقدر تستحمل تلعب الموسم كله بشريف استحالة طبعا فلازم تفكر في حل تاني عشان كده فكرت مثلا ان يبقى في بواليا يعني عندنا مروان موجود جونيور يقدر يلعب الحته دي يبقى كويس تعمل منافسه كويسه هتقدر المنافسه دي هتبقى في صالح الفرقه شريف يجيب 20 جون بواليا يجيب 15 مروان يجيب كل على قد اللعب نفس القصه يعني فعشان الناس تيجي تقول ايه طب لا ده شريف كان ماشي كويس وانتوا قعدتوه ازاي هو مين اصلا اللي جاب شريف ما هو الراجل ومين اللي مقتنع بشريف ما هو الراجل وبعد كده بواليا
مهم يبقى فيه رقم واحد ينافس رقم اتنين. يعني شوف الحضري والفتره الطفره اللي عملها لما جه مثلا نادر السيد كابتن نادر كان موجود. يعني مهم برضو دلوقتي المنافسه بين مثلا اكرم وهاني مين اللي صالح مين صالح الفرقه. هاني عنده ما شاء الله خبرات ولعيب مؤثر جدا في الفرقه ولعيب عمل اداء مميز جدا فترات كبيره اللي هو لعبها وجي حصلت له اصابه وبعد كده جي اكرم اشتغل وموجود بيكهام يقدر ينافس. فالحاجات دي لازم تفكر فيها الابعد انما مش عشان انا جبت عاد شريف عشان العب بواليا بالعكس بالعكس طبيعي نفس القصه. انت لما يبقى عندك ديانج والسوليه وحمدي فتحي وممكن اكرم يلعب في الحته دي وممكن بيكهام تعمل منافسه كويسه ولا لا ما تبقاش خايف ان المكان ده اي تاثير فيه. عندك النهارده المساكين لما يبقى عندك بدر وايمن وياسر وسعد ومتولي ورامي منافسه كبيره جدا. لما يرجع ان شاء الله نيدفيد ومحمد محمود ويخشوا المنافسه هتبقى حاجه كبيره جدا. وبالمناسبه يعني انا مبسوط جدا جدا من الحاجات اللي حتى الفرقه كلها يعني والله من الحاجات اللي كانت ساعدتنا جدا وجود نيدفيد ومحمد محمود متولي معانا طبعا كابتن وليد برضو الناس قالت لك وليد طبيعي كده ساعتها الناس قالت ايه قالت لك بصوا الاهلي رايحين مش مركزين ورايحين يحتفلوا بالعكس تخيل لا بالعكس بدل ما يقول لك ان ده روح العيله والدعم كل واحد بيطلع اللي هو عايز يقوله دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا اللي ساعدتنا جدا في الفرقه. محمد محمود ونيدفيد انت عارف بقالهم فتره كبيره جدا اصابه داخلين في السنتين يعني اللي انت تخش في الاجواء ديت واللي انت تحس خلاص اللي انت قريب وخطوه بس وهتبقى تخش في المنافسه ديت وتخش في الانتصارات ديت والحاجات دي نفسيا ان انت بتدي لك طاقه ايجابيه كبيره جدا بتدي لك دوافع كبيره جدا اللي انت تخش الفرقه واللي انت تقدر بقى يبقى عندك دافع اللي انت تلعب. فالحاجات ديت مهمه جدا يعني دي برده من الحاجات اللي برده الناس بتاخدها لا قدر الله لو حصل حاجه سلبيه زي ما انت قلت اصل اللعيبه مش مفيش حاجه اسمها في الكوره كده يعني انت دايما بتبص للنواحي الايجابيه الحاجات اللي تساعد فرقتك ايه هو ده اللي دايما يعني النادي الاهلي بيفكر فيه. عشان كده النادي الاهلي يعني والله مش عشان خاطر حاجه لكن النادي الاهلي سابق بكتير جدا بكتير جدا. ايه موضوع ني 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 لكن ني دي يعني لما بعد انا هزر مع اصحابي وكده كان ايام المنتخب قبل كاس العالم يعني كاس امم افريقيا 2017 فانا بعد هزر مع اصحابي وكده فلما بهزر هزار تقيل ويتضايق وحاجه كده فيجي عليا فبقول له ني 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 كده بس يعني بهزار كده بس فبقت يعني بالنسبه لي دي في ناس كتير خليتها بقى على كل حاجه تيمه بتاعت كهرباء الناس خليتها بقى ترند بقى على حاجات تانية يعني بس انت ولا في دماغك الكلام مالناش دعوه بحاجه كده طيب خلينا هنا فرحان بالله انا فرحان بالله التويته دي حلوه قوي. كريم بدر بيقول لك بحق اليوم المفترق ده ربنا يسعدكم ويكرمكم وينصركم دايما على قد الفرحه والسعاده. اسمعوا كلام الناس ما انا بسمع بس بقول لك عايزين السعاده اللي دخلتوها علينا السنه دي كل عام وانتم بخير والدوري يا اهلي. يعني بصراحه تويته هايله جدا وعشان تمشي ونروح نتسحر لا كنت بقدر مع كابتن سامي والله كنت لا احنا قاعدين معاك مبسوطين والله. هاجر كمال بتقول استمر يا ابو شريف المخيف الحريف عندك لسه كتير عاوزينك تبقى الهداف وكرام عنده لسه كتير اثبت للكل انك من احسن الجناحات في افريقيا وفي العالم مش في مصر بس. وكابتن سامي ده فنان رايق وواضح دوره وشخصيته وتاثيره على الفريق كله. كريم بيقول احلى مسا على ابطال القاره محمد شريف يا رب تبقى ثابت على مستواك. نفس الكلام اللي انت كنت بتقوله دلوقتي يا شريف وابعد عن الشحنه السلبيه من السوشيال ميديا وكهربا دوس على نفسك اكتر من كده. الكابيتان بيقول يا عم كهربا والله العظيم بحبك جدا 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 كتير قوي ارجع لنص مستواك الفني وهتكون رقم واحد في مصر وفي افريقيا وفي النادي الاهلي. طاهر عاطف بيقول والله ما عشان انا اهلاوي وبعشق كام بس شريف مهاجم في حته تانية خالص والله. وكهربا الفولت العالي ده عايز اقول له اننا كجمهور الاهلي كلنا في ظهرك وان شاء الله الايام اللي جايه نشوف فولت عالي هيخرب الدنيا. تحياتي للمحترم كابتن سامي قمصان. يا كابتن اسلام كهربا لسه ما طلعش 30% يا عم ما انا قلت له بجاملك يعني من اللي لسه عنده ولسه عنده كتير قوي والله بس يمسك في الفرصه ويشوف ربنا يوفقه مستنيين منه الاحسن والافضل ويستمر في التطوير في لعب الراس حربه بيطور نفسه. عبد الحليم الف مبروك لابطال افريقيا المره الثانيه وخلاص كده العشره انتهت ننتظر بقى ال11. احمد سعد بيسالك يا سامي هو ليه كهربا مش مصنف كمهاجم صريح عشان ما ينافسش شريف لا بالعكس كهربا يعني يقدر يلعب في كل الاماكن اللي فوق يعني لعب فترات كبيره جدا ناحيه اليمين وناحيه الشمال ولعب برده تسعه صح كهربا لعب تسعه بالعكس
كهربا طبعا من اللعيبه بص اللي الناس ما تعرفوش يعني. بص يعني انا بقول لك يعني التويتا كلها بكهربا وشريف وسام يعني انت فاهم الناس بتحبه جدا. لا هو عنده ميزه ودايما انا بقولها له والله هو عنده حاجه عنده قبول من جمهور النادي الاهلي كبير بالزبط. جدا كبير جدا ودي مش اي حد ممكن تلعب سنين كتيره جدا في النادي الاهلي وما يبقاش عندك القبول ده او حب الناس دي، لكن دي مسؤوليه كبيره جدا عليه يعني. ودايما انا بقول بكلمه في النقطه دي يعني على قد الحب ده الناس بتبقى عاوزه منك بقى تعب واخلاص وجهد. احنا كمان كنا لسه بنتكلم على اسم تاني يعني برضو ناس كانت الجمهور الاهلي بيحبه جدا هو بالزبط. مش موجود لكن هو الفتره دي بامانه والله حتى يعني الراجل بيتكلم معايا في الفتره دي كبيره جدا اللي هو لا يعني ملاحظ اختلاف جديد جدا في شخصيته وفي ادائه وفي روحه النهارده مختلف ما شاء الله لان هو قطيعه واحده بس في البنطلون. لا هو عنده امكانيات غير طبيعيه يعني ان شاء الله يعني هو الراجل اتكلم معاه حتى قبل الماتش هو عارف الكلام ده ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله الراجل ان شاء الله ياخد دقائق كبيره وان شاء الله يبقى مؤثر يا رب ان شاء الله ان شاء الله. كابتن سامي محمد شعلان بيسالك ممكن تسال كابتن سامي هو ليه ناصر ماهر مش بيلعب عشان قفشه بيلعب؟ برضو مش كده يعني نصر لعيب مميز جدا طبعا جه كان في الفتره الاولانيه كان بينافس قفشه واخد فترات كبيره جدا بالزبط. في اللعب لكن جات له اصابه في كتفه وطبعا قفشه طبعا راح في حته طبعا كبيره يعني لكن ان شاء الله لسه عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا سوبر فان شاء الله يرجع تاني ينافس كاس عالم ان شاء الله ينافس. احمد نصر بيقول كهربا انت احسن جناح في مصر اصبر بس وربنا هيكرمك. احمد ميدو كهربا انت لعيب كبير ومستنيين منك كتير قوي في ودنك وعارفين انك بتتحارب دايما واحنا في ظهرك هنحميك وانت يا شريف لعيب كبير وبنحبك والله جدا 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 كتير. احلى مسا على النجوم كلنا بنحبك يا كهربا عايزينك ترجع افضل جناح في مصر انت عندك كتير قوي. محمد شريف ده جامد قوي على الله حكايتك انا نزلت 50 تويتر كابتن اسلام شريف العفيف المخيف كهربا طب ما بقرا احسن هدايا واداء مشرف وميداليه ذهبيه ويقول لك كهربا ما تتارجزش تاني على اكرم توفيق عشان هيزعلك. الاهلي ده حياتنا شفنا معاها المعجزات كهربا انت احسن جناح كابتن سامي من اكتر الناس الحريفه اللي ما خدتش حقه تحياتي ليك ليه يا عم واخد حقه وزياده كمان بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله. طيب انا يعني الحقيقه انا عايز اكمل معاكم شويه كمان لكن انا عارف ان النهارده سحور وكلنا هنبقى صايمين وعارف ان احنا مأخرينكم واخدينكم من اجازه ويعني عاملين فيكم كل حاجه النهارده ولكن جمهور الاهلي يستحق يعني شريف وكهربا وكابتن سامي الحقيقه هذا الثلاثي بنحتفل معاه فجمهور الاهلي يستحق الحقيقه وجودكم معانا النهارده لكن في نهايه الحلقه انا بشكركم جدا جدا بجد شرفتونا ونورتونا شرفنا. الناس قد ايه مبسوطه بوجودكم الناس قد ايه فرحانه بيكم قد ايه سعيده بيكم وسعيده بالعشره بس خلي بالكم الناس نسيت العشره وبتفكر في ماتش يوم الخميس اللي جاي ماتش البنك الاهلي هو الاهم دلوقتي والدوري العام وبعد كده اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا بشكرك يا شريف جدا على وجودك معانا النهارده والف مبروك وترجع بقى اقعد مع مراتك وابنك شويه صغيرين علشان يا كابتن اسلام مبسوط جدا انا كنت معاك النهارده ومبسوط طبعا اني كنت معاك يا كابتن سامي وكهربا رغم ان انا بشوف الاخ ده كل يوم كل يوم بس ده انا بشوف اكتر من البيت عندي والله ده لازم كلنا كده اقعد فتره دي بقى ده كابتن شغلنا وطبيعه شغلنا والحمد لله وببارك لجمهور النادي الاهلي على البطوله وان شاء الله الفتره اللي جايه فيها بطولات كتير باذن الله. كهربا كابتن انا بشكر حضرتك طبعا على اليوم الجميل دوت والواحد شرف ان هو كان مع حضرتك طبعا مع كابتن سامي وشريف طبعا يعني الواحد مبسوط ان كنا قاعدين كده قاعده جميله جدا نحس ان احنا في بيتنا بالظبط وشرف ليا والله انا كنت مع حضرتك كابتن ربنا يخليك يا كهربا وخلي بالك هو ده اللي احنا بنعمله ان احنا انتوا قاعدين في بيتكم مع ملايين الناس الاهلاويه اللي بيتفرجوا عليكم انا عايزكم تطلعوا بشكل طبيعي طبعا كده من غير انا ما بصيتش في انا اللي بيجي في دماغي بنقوله عشان بس الناس تبقى مبسوطه لكن قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف التغيير اللي بيحصل مع واحد زي كهربا مع واحد زي شريف من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن كل النواحي الحقيقه بتوريك قد ايه قيمه النادي الاهلي وهو ده الاساس في كل شيء. فانا بشكرك جدا يا كابتن سامي ودايما بتنورنا ودايما سعداء بدورك وعارفين دورك كويس جدا وقد ايه انت بتبقى واحد من الناس اللي ليها دور كبير جدا جدا مش كلامي ولكن كلام اللاعبين وكلام المدربين وكلام كل الناس. فانا بشكرك على تواجدك معانا النهارده ويعني خدناك من الاجازه معلش النهارده لكن بشكركم بجد والله يا كابتن سامي كابتن شريف كابتن كهربا بشكركم جدا على وجودكم معانا. ده انا بشكرك طبعا اللي انت تحتنا الفرصه اللي احنا نتواصل مع جمهور النادي الاهلي
بارك لهم طبعا، ونقول لهم على العهد دايما، واللي احنا ان شاء الله زي ما وعدناكم اللي احنا هنقاتل في كل بطوله ان شاء الله. عندنا بطوله كبيره محببه ليكم، بطوله الدوري العام، ان شاء الله نقاتل عليها ونرجعها، لان عندنا تحديات اكبر ان شاء الله. نوعدكم ان شاء الله ان احنا كل البطولات نشارك فيها نحققها لكم، لان جمهور النادي الاهلي يستاهل كل فرحه وكل سعاده وكل بطوله ان شاء الله. شريف الكاميرا اللي قدامك، فين الكاميرا بتاعت شريف يا جماعه؟ الكاميرا اللي قدامك بص عليها ووجه كلمه لجمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. هيشاور لك عليها حد، هيشاور لك كده هتلاقيها. طبعا ببارك لهم على بطوله افريقيا. لا بص للكام، بص للكاميرا. ببارك لهم على بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخد الدوري وناخد السوبر الافريقي ونعمل حاجه كويسه في كاس العالم للانديه، وناخد كاس مصر كمان باذن الله ان شاء الله. كهربا نفس الموضوع. طبعا ببارك لهم الف من المبروك طبعا على بطوله افريقيا العشرة، وان شاء الله ناخد الدوري ونجيب 11 وباذن الله نجيب كاس العالم للانديه ان شاء الله. وبشكركم طبعا على المسانده والدعم اللي بشوفه كل يوم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. ايه انا بشكركم جدا، وانا اسف جدا معلش ان احنا طولنا النهارده، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما في اشتياق ليكم لان انتم ما بتظهروش كتير، ولكن انا بشكركم وبقول لكم الف الف مبروك. تستاهلوا السعاده، تستاهلوا الفخر، تستاهلوا كل حاجه حلوه، تستاهلوا ان انتم قعدتوا 70 80 مليون اهلاوي امبارح مبسوطين لغايه النهارده، قد ايه الناس متابعاكم ومستنياكم. فانا بشكركم على وجودكم في قناه الاهلي، قناتكم وبيتكم دائما، ودايما يا كابتن سامي هنفضل دايما في ظهركم، لان هو ده دورنا وهو ده اسلوبنا. فبشكركم جدا على شكرك. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، الف مبروك العشرة. النهارده كانت الاحتفاليه الاولى، وبكره ان شاء الله هتكون الاحتفاليه الثانيه. بكره ان شاء الله على الهواء مباشره هنكون بقى في ليله العيد. ليله العيد هنتكلم فيها في كل شيء مع اثنين من النجوم الكبار، كابتن سعد سمير وكابتن وليد سليمان، هيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشره بكره ان شاء الله، ونحتفل معاهم بالفوز بالعشرة. كل سنه وحضراتكم طيبين، اشوفكم بكره ان شاء الله.